تحية للجميع، مرحبا بكل متابعينا تلفزيون الوطنية الأولى في هذا الموعد المباشر من الأحد الرياضي اللي تقسم لزوز فقرات. وبطبيعة الحال الموضوع الأول باش يشمل الحدث الأخير هو مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد منتخب السيراليون، كل الأجواء والكواليس ما قبل اللقاء أيضا في اللقاء وما بعد اللقاء نصف الثاني من الحصة، كيفاش قاعدين يحضروا الجامعات التونسية للألعاب الأولمبية قبل 4 سنوات الحال ريو دي جانيرو 2016، خاصة بعد التعيينات الجديدة في صلب وزارة الشباب والرياضة. هذا في النصف الثاني من حصة الأحد الرياضي بالنسبة اليوم، ولكن سعداء باستقبال ضيوفنا سي شهاب الليلي. سي شهاب مرحبا بك. مرحبا أخويا إسكان. وأيضا معنا اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني زياد التلمساني. بالمناسبة أقول لكم مرحبا بك في أسرة الأحد الرياضي، وإن شاء الله اشترفقنا بداية من اليوم في برنامج الأحد الرياضي. يعطيك الصحة. لاعب المنتخب الوطني التونسي خالد المولهي. خالد مرحبا بك. شكرا. مرحبا. زميلي الصحفي سامي العكريمي. سامي مرحبا بك من جديد. أهلا بك اسكندر. يعطيك الصحة. وأيضا السيد عدنان بن مراد مدير مجال تنفو سبور. مرحبا بك. وبيك بارك الله فيك اسكندر. قلت إذن بتحديد زوز مواضيع هامة بالنسبة حس اليوم لحد الرياضي، منتخب الوطني التونسي لقاء ضد سيراليون، وأيضا الموضوع الثاني اللي كنت حدث عليه، ولكن لا يمكن أن نمر مرور الكرام أمام إنجاز النادي الإفريقي وانتصاره بالبطولة العربية اللي كانت دارت بالمغرب بعد انتصاره في مباراة النهائي ضد فريق الكويت الكويتي ب5 نقاط فارق 33-28. هي البطولة الثانية العربية للنادي الإفريقي والبطولة الثامنة إجمالا للمختلفة الآن التونسية في هذه المسابقة. باش نرجع ونشاركوا فرحة نادي الإفريقي بهذا التتويج مع كل من أنيس المجري، فاتن شمام وأحمد الخطري. طيبة من سيسليم الرياحي استدعاني، فهمت، وانا لبيت الدعوة نمثل في الاخوان الكل. حبينا نقول للعباد الكل اللي نادي افريقي عائلة، عائلة كبيرة، ثم تواصل المسؤولين القدم والجدد واللي مش يجيوا بعد، الكلهم لازم يكونوا لحمة واحدة، لان هذيك هي نادي افريقي. تبقى كرة اليد ماك تعرفوا، انا مسيرتي من الاول بدأت في كرة اليد. المغرب تفكرني في برشا ذكريات، على القليلة 4 ألقاب اللي روحنا بهم المغرب كأس إفريقية، خصوصا كأس إفريقية ذلي مرة كأس عربية. اليوم الحمد لله جو طيب برشا، جمهور هذايا فهمت اللي جاي، إن شاء الله نعاود الراوة في الملاعب في تونس، وإن شاء الله كما احنا في النادي الإفريقي كلنا ملتفين ولمين بعضنا، إن شاء الله تونس الكل نبدأ كيفنا، وهذا مبروك. اولا
هدية للنادي للفريق النادي العريق للنادي الأفريقي كأس العربية هذه. الحمد لله يا ربي معناها ريت ومشينا معناها أوبجكتيف أتلان. حضرنا لها من الأول جينا من أول مقابلة ما حبيناش نعملوا برشا بريسيون على الأولاد، من أول مقابلة قلنا نجيو لهنا لازم نروحوا بالكأس هذا، والحمد لله يا ربي توفقنا وفرحنا جمهور نادي الإفريقي اللي حاسين أرواحنا هنا كأنها في القبة معناها. هذا ظهر لي أحسن هدية لجمهور نادي الإفريقي، فماش أنا ما ظهرليش في الهوند فما جمعية في تونس ولا برا من تونس يجيها جمهورك ما تصورش. والهداء اليوم نتاع الجوارات الكل القلايب اللي ريناها اليوم نتاع الجوارات نتاع ستاف ما يكون كان عزيمه وقلايب وروح خدر الكلوب عطيانه الترواك والهوند اللي تفرح الكلوب واللي تفرح جمهور الكلوب كي يتعبوا معانا نفرحوهم بقدرة ربي وان شاء الله ربي يجيبنا بالسواب وهذه تحل الشاهيه اللي تترواك في تونس ان شاء الله. عثرت العام اللي فات كانت لنا درس كبير للشبان وللطار الفني، خدمنا على الدوري هذا خليناه في الاهداف نتاعنا، برمجنا اعداد بدني قوي وعرفنا المقابلات هذه يوم بعد يوم تتلعب على الاداء البدني والاداء النفسي اللاعبين، وعرفنا ومتاكدين باش نقابلوا الاهلي المصري واذا كان باش نفوزوا عليه في النصف النهائي باش نقابلوا يا الوحده السعودي والكويت في النهائي وباش نربحوهم معناها بصفه معناها اكيده. الحمد لله الاهداف نتاعنا وصلنا الأهداف بتاعنا، ما زالت باركور طويل، ما زالت بطولة، ما زالت كاس تونس، هذه بداية باهية للطرف الفني جديد للإدارة اللي وقفت معانا وساندتنا وساندت اللاعبين. بالنسبة لي أنا الفروع الكل كيف كيف، صحيح كرة القدم هي القاطرة نتاع النادي بالكامل، ولكن حتى كرة اليد مهمة والسلة، وما دام ربحنا بنتيجة في نصف النهائي مع فريق كبير كالأهلي المصري حسينا كونه فما أمل كبير في البطولة، حبينا فرحوا جماهيرنا، ما نجموش كهيئة فقط، قلنا احنا ماشيين نهزوا جمهورنا معانا نفرحوا الناس كل. مبروك اذا للنادي الافريقي بالكاس العربية الثانية في سجله، كانت اخر يوم امس او يوم اول امس بطبيعة الحال سامي، تحضيرات خاصة، اجواء خاصة عاشها جمهور النادي الافريقي خاصة يوم النهائي من جمهور النادي الافريقي، اجواء خاصة ايضا باللاعبين اطار فني وايضا الهيئة المديرة خاصة يوم النهائي للمباراة. هم اللاعبين كل يتكلموا على الجمهور، جمهور راهو 200 طيارة جاو من 800 المطار معناتها، وإلا كان شدوا جماعة في الطيارة يمشيوا غاديك 500 600. كنت تكلم توا مع عدنان، القضاء والقدر نتاع الفرق الكبرى والنادي الافريقي من الفرق الكبرى هو معناتها الالقاب، وتحس معناتها باللغه نتاعنا مغلين جماعه الكلوب افريكان معناتها عطشانين النادي الافريقي، والحق يقال معناتها فريق في السنوات الاخيره تاخر برشا لظروف داخليه وخارجيه خارج على نطاق ونعرفوها كل الظروف هذه، لكن فريق متعطش للالقاب، يتكلموا معناتها على اللقب وكانه معناتها كوب دي موند، صحيح هي سيت اون كوب اراب، اللقب ديما لقب هام، لكن النادي الافريقي يلزم يرجع للستاندينغ نتاعو، يلزم يرجع للألقاب نتاعو من مشويين معناتها لهنا بطبيعة الحال لهنا يقولوا متعطشين أكثر بطبيعة الحال التتويجات كما كنت تحدث منذ البداية سامي، ولكن وقت اللي نشوفوا المنافسين لهنا نقولوا الغرفة القطري في الدور ربع النهائي 30-22 ممكن مباراة في المتناول، ولكن منذ الدور النصف النهائي ضد فريق الأهلي المصري الأكثر تتويج في القارة الإفريقية في بالتاج هذا الكأس العربية نلقاو تقريبا الدورة وفات منذ الدور المباراة النصف النهائي 27-26 يعني ذلك الدورة مهمة ككل. شوف احنا الثوره جابت برشا على المستوى الرياضي، نعم ممكن ما جابتش الثوره المصريه ما جابتش نفس الشيء على المستوى الرياضي، لكن احنا صارت انتفاضه كبيره على المستوى الرياضي، صحيح ان ما عادش الاهلي متاع قبل، لكن هذا معناتها ما ينقص حتى شيء من التتويج نتاع النادي الافريقي، ثم عقلية جديدة وثم ايتا ديسبري جديد عند الفرق نتاعنا، عند اللاعبين نتاعنا، عند الدوليين نتاعنا، الثورة هذه أعطت دفعة معنوية كبيرة للاعبين التوانسة
وحرتهم، صار نوع من التحرر. قبل ديما نقول أنا كنا نمشيو في ديبلاسمون، يمشي معنا ثلاثة من التجمع وجوج بوليسية وخمسة عساسة لا بالمجد معناتها كانت حاجات ثقيلة، ما كانت ثقيلة على الصحفيين برك، كانت ثقيلة أيضا على الرياضيين، والرياضيين كانوا في أغلب الأحيان اسكندر يفكولهم حتى الفوز متاعهم، وقت يفوزوا ذاك يقع معناتها تعرف الريكوبيراسيون. اليوم مشاو يلعبوا للنادي الافريقي، مشاو يلعبوا لتونس ربحوا، وهذا معناتها باش تجيب العديد والعديد من الالقاب. هذا هو اللقب في وقته، اللقب في وقته يعني هذا جات الالقاب هذه جات مش للنادي الافريقي برك، جات العديد من الالقاب الاخرى. نعم، مره اخرى مبروك للنادي الافريقي بتتويجه بكاس العربيه الثانيه في سجله في كره اليد. السيد حماد جبالي رئيس الحكومه كان كرم مساء الجمعه بقصر الضيافه بقرطاج بطبيعه الحال المجموعه اللي كانت مثل تونس في الالعاب البارالمبيه لندن 2012، وقع من خلالها تكريم رياضيين هذوما وتقديم لهم بطبيعة الحال ممكن الأموال اللازمة اللي كانوا عندهم بها سواء كان رئيس الحكومة أو وزير الشباب والرياضة. نرجع أكثر تفاصيل لحفل التكريم مع كل من زياد السالمي، محمد خزامي، عبد اللطيف معتوق وفاتن شمام. The national anthem of Tunisia. بعد النتائج المشرفة التي حققتها عناصر المنتخب الوطني في الألعاب الأولمبية الموازية واحتلاله للمرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي والعربي والثاني على الصعيد المتوسطي، انتظم يوم الجمعة بقصر الضيافة بقرطاج حفل استقبال بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة السيد حماد جبالي، تم من خلاله تكريم عناصر النخبة الوطنية الذين تألقوا خلال الألعاب الأولمبية الموازية لندن 2012. العطاء اللي قدمتوه والسمعة اللي قدمتوها تونس وثورة تونس وشعبها. وأعلن بالمناسبة السيد حماد جبالي خلال هذا الحفل عن اتخاذه قرار بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة يتم بمقتضاه إسناد خطط منشطين رياضيين لأفراد المنتخب التونسي الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية الموازية لندن 2012. توفير أكثر ما يمكن من حظوظ النجاح لاعتناء بالمدربين بالمحيطين بأبطالنا. في ختام هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الجامعات الرياضية والعديد من الوجوه الرياضية، تم تسليم مكافآت مالية لكل الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية الموازية لندن 2012، وتبلغ قيمة هذه المكافآت 40,000 دينار بالنسبة للمحرزين على ميداليات ذهبية، و30,000 دينار للفائزين بميداليات فضية، و25,000 دينار للمحرزين على ميداليات برونزية، إضافة إلى مبلغ 4,000 دينار لكل رياضي شارك في هذه الدورة الأولمبية الموازية. كان هذا حفل التكريم بالتحديد عدنان بن مرادي لجانب المبالغ المالية، فما تم إسناد رتبة منشط رياضي لكل مشارك للألعاب البارالمبية لندن 2012. في الحقيقة اسكندر حوافز كبيرة معناها خصهم بها طارق، وعلى كل حال اللي يمثل معناها الناس هذوما اللي أبدعوا 19 ميدالية، الحوافز كبيرة معناها حسب رأينا تجي من إنسان يحس بالرياضة، خاطر الإنسان كي يكون رياضي نحن ديما ما نقولوش ديما نقول ما نكونوش دخلاء على الميدان نتاعنا، وقت اللي رياضي يشد وزارة الرياضة فما دفع، يعطي دفع. طارق حس بالرياضيين هذوما ويعرف شنو إحساسهم، 40,000 دينار و30,000 دينار و25,000 دينار، والناس حتى اللي ما معناها ما لعبتش خذات، ثم الرتبة نتاع المنشط 650 دينار بالشهر مليون، اللي لعبوا ما توجوش بميدالية. نعم حصلوا كل الناس الكل 4,000 دينار. نعم هاي الناس كل توا ياخذوا 650 دينار شهريه معناها وحاوي نجموا يترقى، معناها حوافز كبيره. ثم سمعت حتى تدخل المسكن وكذا، واحد كي تبدا حاجه ممتازه وتصرف معناها لائق من الحكومه نتاعنا يظهر لي ما عندناش علاش ما باش نخجلوا من هذا، بالعكس كي يبدا فما انسان حاجه تفرح نقولوا
للمحسن احسنت. يظهر لي معناها طارق والوزاره نتاعو من خلاله هو قاموا بموقف نعم رئيس الحكومه ايضا، ولكن اللي هنا تراو انه من شانه تشجيع الرياضيين وانهم يقوموا ممكن بانجازات وتتويجات اكثر في المحافل الدوليه القادمه على غرار ريو دي جانيرو 2016. بطبيعه الحال وقت اللي الانسان يحس اللي العائله الموسعه نتاعو سامي معناها لا يبيه وتحس به وكذا واحد دونك اوتوماتيكمون اذا كان يتهنى هو على مستقبله يكون عنده دفع وان شاء الله يكون درس للرياضيين الاخرين في الرياضات الاخرى في على على مختلف ان شاء الله في بعد باش نتحدثوا عليه النصف الثاني من الحصه. النصف الثاني من الحصه الاعداد اللي الناس بدات تحاضر للجو اولمبيك ونحن انا زاد بدينا نحاضروا من تو. نعم عدين لو ما نعملوش ننظموا نحن العاب اولمبيه للصحفيين على الاقل ناخذوا تعرف بريمات ناخذوا بريمات. مقترح هايل مقترح هايل سامي. لكن حبيت نقول حاجه اللي هو شنو مقياس النجاح؟ مقياس النجاح هما الميداليات والحضور الاعلامي والجماهيري. وقت تشوف معناتها في كل يوم تاع الالعاب الاولمبيه هذه ثم 80000 لو ستاد اي بلا معناتها 80000 معناتها مش هدره مش حكايه تاع تفديك مش معناتها ما همش سون سون با معناتها دي جوز اولمبيك دو دوزيام زون لا 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 سو سون دو فيريتابل جوز اولمبيك نتاع ناس ممكن معناتها لي ساكريفيس نتاعهم اكثر الخدمه نتاعهم اكثر الميداليات اصعب لذا مثلا هي ميداليه عالميه راهي مش اقليميه قاريه برشا تضحيه برشا تضحيه اسكندر برشا تضحيه وشويه حس ما عملوش برشا ما تكلموش برشا خدموا في صمت مش كما برشا ناس اخرين خدموا في صمت وجابوا برشا ميداليات وشرفونا ويسحقوا اكثر معناها ما يمكن من التقدير ومن التحيه ومن الميداليات. هذا رايكم فيما يتعلق باللي مثل تونس في الالعاب البارالمبيه في انتظار تعليقكم فيما يتعلق بمباراه تونس وسيراليون سواء كان اداء الاطار الفني او اداء اللاعبين او خالد المولي ايضا بعدين اليوم بعد يعطينا رايه، ولكن البدايه باش تكون بالتحضيرات منذ بدايه التحضيرات قبل هذا اللقاء مع الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي قبل مباراه تونس سيراليون مع كل من علي جلاسي ومحمد علي العويني. الإطار الفني تعامل بجدية كبيرة مع لقاء سيراليون من خلال الدخول في تربص مغلق انطلق لحد ليتواصل توافد اللاعبين على مدينة المنستير حتى يوم الثلاثاء، وذلك لضمان التركيز الكلي على المباراة. عناصر المنتخب الوطني أجمعت على حسن اختيار المدينة لإجراء التربص واحتضان لقاء على مثل هذه الدرجة من الأهمية، حيث تتوفر في منطقة الساحل الظروف المساعدة على النجاح، وذلك رغم اللخبطة الحاصلة على مستوى تحديد أماكن التدرب واللي أثرت على برنامج التمارين. صحيح ثم في لاعبين اللي لاعبين نسق مباريات يعني حتى مباريات في الأسبوع ولاعبين اللي قعدوا يمكن أسبوع مرتاحوش، لكن هذا ما منعناش باش نقوموا بعمل يعني انديفيدواليزي عمل ترافاي معناها على كارت حسب متطلبات كل لاعب كل واحد اش لازمه. الأجواء داخل المنتخب بدأت طيبة رغم حادث طرد اللاعب يوسف المساكني على خلفية رفضه تصوير ومضة إشهارية لفائدة أحد المستشارين المتعاقدين حديثا مع الجامعة. لاعبي المنتخب حاولوا التدخل لدى المدرب الوطني سامي الطرابلسي لكن قرار رئيس الجامعة كان حاسم. خطأ إداري اقترفوا اللاعب تم اتخاذ فيه قرار إداري بعده إلى نظر فيه بعد المباراة سيلانو إن شاء الله. ما صارتش حاجة جراف حسب رأيي أنا، وإن شاء الله يوسف شوفوه في استاذ جاي معنا وإن شاء الله نحن نترشحوا ونهديوا له ترشح ذلك اللي نوعا ما ساهم فيه بنسبة كبيرة هو. فما حتى ملاعبي معي تي بليز امبورتون كو لي زوتر. بالنسبة لنا عندنا جروب وديما في نوتر فيلوزوفي معناتها ديما خيرنا وتعاملنا على أساس اللي كوني مجموعة أهم الفرد. لاعبي المنتخب الوطني مدعمين بمحترف فيفيون صابر خليفة المتوج حديثا حسب مجلة ليكيب الفرنسية المختصة بجائزة أفضل لاعب في الرابطة الأولى الفرنسية أمام زلاتان إبراهيموفيتش وجينياك مهاجم لوام، والمعزز أيضا بعبد القادر الوسلاتي متوسط الميدان الهجومي لأتلتيكو مدريد، أجمعوا على أهمية تقديم الأداء والنتيجة اللازمتين للتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا في جوهانسبورغ بقطع النظر على نتيجة لقاء الذهاب في فريتاون. شرف معناها شرف بلادك مسؤوليه كبيره واحد ما عليه كان يزيد يخدم وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. الاستيف نتاعنا معناها تويكا واضحه اللي مش نترشحوا على كوب دافريك ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله معناها حاطين في قلوب الناس كل. فرانشمون شي كونتون لي غارسون مون بيان اكويي ان تري بون امبيانس اي اش فريمون كونتون دافي سي اه ما جي كومونس ا لاج دي 5 ans سبورتينغ كولون ان فرانس اي ا 16 ans je me suis fait recruter par l'Atlético Madrid. Et depuis, j'ai voulu là-bas. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et je suis là-bas. Mmh.
هذه بطبيعة كانت تحذيرات البدنية، ولكن خالد بجاوبنا على تحذيرات النفسانية. خالد، كيفاش هيئوكم نفسانية لمواجهة منتخب كانت وفات نتيجة مباراة الذهاب 2-2 تقريبا، تحسم الأمر منذ مباراة الذهاب؟ لا، الناس كل كنا واعين، لاعبين وإطار فني، المسؤولين، الناس كل كنا نعرفوا اللي مازال الترشح ما تحسمش. دونك المباراة الثانية مازالت ما فاتش، عملنا صحيح خطوة باهية في المقابلة متاع الذهاب، تعدلنا إيجابين، لكن كنا حاضرين، وديسكور متاع المدرب كان في النهج هذا اللي مقابلة صعيبة، وضح لي ترجمت على الميدان اللي هي مقابلة باش تكون مش كما يمكن تصورها الشارع الرياضي، مقابلة متاع ترشح لنهايات كاس افريقيا مهمة للزوز بلدان، اللي نحن للكونتينيتي في الدومين هذا متاع كاس فريق، الفريق المنافس زاد فريق زاد عنده ما يقول في روحه، اللاعبين ممكن 90% من المجموعة متاعه يلعبوا في أوروبا، يعني متحمسين مش يلعبوا كاس فريق. دونك الامور الكل كانت تلوح لي باش تكون مباراه باش تكون صعيبه، رغم اللي النتيجه الايجابيه اللي عملناها في مباراه الذهاب. نعم، زيد، قبل ما ندخلوا في المباراه، اللي يمكن اعتبار فريق او منتخب سيراليون مفاجاه على غرار مفاجاه الراس الاخضر ومفاجاه اثيوبيا اللي يعود لنهائيات كاس امم افريقيا بعد غياب دام 31 سنه. صحيح سيراليون ما ترشحش، ولكن حسب اداء وحسب نتيجه مباراه ضد المنتخب التونسي تعادل سلبي. انت سيادتك قبليك قلت انه الفريق الوطني التونسي عمل تعادل 2-2 فحسم النتيجه، مانيش موافقك. مانيش موافقك علاش؟ لانه الفرق هذه تقدمت برشا، الفريق الوطني التونسي يكون معناتها فريق قوي وقت يلعب على مستواه، وقت ما يلعبش على مستواه يولي في متناول الفرق هذه. حاجه ثانيه قلت انت اللي الفريق هذا في متناول الفريق الوطني، لكن جاء في متناول وراء الفريق الوطني انتصر غاديك، ولكن ما تنساش الفريق الوطني نتاعنا منهزم الى اخر دقائق هدفين لهدف. دونك لازمنا نكنوا الاحترام للفرق هذه، واللي هي فرق ما تعرفش عليها كيفاش تلعب، ورياضه كره قدم بصفه عامه ما فيهاش ثقه، ما تعطيش ثقه 90 دقيقه، فالنتائج الكل تجم تكون معناتها ممكن مهما كان اسم المنافس. فوالا، هذا الشيء اللي لازمنا معناتها نكونوا متوافقين عليه. بالنسبه للفريق هذا كما قال خالد، تقريبا جل العناصر نتاعو تلعب في اوروبا، وشفتوا في المقابله رغم النقص العددي نتاعو تقريبا 80 دقيقه ولا 70 دقيقه، قلق الفريق الوطني التونسي اللي ما كانش في نهاره، وهذه حاجات تصير في رياضة كرة القدم. ولكن لهذا لازم يكون واحد متحذر، يحترم المنافسين الكل، ويكون يعني مركز مهما كان اسم الفريق. هذا الفريق اللي يوصل في مستوى عالي، غير هذا تكون متعرض للمفاجآت. نعم، هات نرجع للمباراة، نتيجة تعادل سلبي دون أهداف، مباراة تونس السيراليون مع حمودة بن سليم وفات نشمه. بملعب مصر بن جنات بالمنستير وبمناسبة إياب لقاء الدور الأخير بين المنتخبين التونسي والسيراليوني من تصفية كأس أفريقيا للأمم 2013، الأحباء في الموعد بعدد كبيرة للمساهمة في توقيع منتخب تونس على ورقة العبور إلى نهائيات جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا. أبرز متغير في هذا اللقاء هو بدون شك يوسف المساكن. أسامة الدراجي محترف سيان سويسري من البداية في التشكيلة الأساسية، والممرن سامي طرابلسي يخسر منذ الدقيقة الخامسة أحد أبرز أوراق عصام جمعة هداف المنتخب. يعوض زهير الذويد. أبرز محاولة تأتي بعد 13 دقيقة لعب، التوزيع من وليد الهيشري، حمدي الحرباوي يروض، التسديد ازدواجية قريب من افتتاح النتيجة. الوقت يمر، المنتخب السيرلوني بدأ يلعب بأكثر ثقة، الاندفاع البدني يسجل حضور، النتيجة ورقة حمراء ضد جبريل سانكو، النقص عددي منذ دقيقة 25 والأعصاب تتجنج من الجانب السيراليوني. المنتخب التونسي حاول استغلال النقص العددي، صابر خليفة هداف إيفيون الفرنسي يتوغل يسدد ما كانش محظوظ بالمرة. فرصة أخرى للمنتخب، التركيز يغيب على أنيس البوسعيد. المنتخب السيراليوني يجي أنسو كاميرا يسجل هدف مسبوق بتسلل. محاولة كانت بمثابة الإنذار،
والمنتخب التونسي يزيد في ضغطه يرفع في النسق. الدفاع السيراليوني كان يقظ قدام تمرير صابر خليفة للدرج أيضا على إثر كرة رأسية من وليد الهيشري. محاولة زهير الذوادي بعد تمهيد من حمدي الحرباوي ما غيرت النتيجة. شوط أول ينتهي على التعادل السلبي. في الشوط الثاني من البداية شهد الهمامي ياخو مكان جمال السائل. الحارس كريستيان كوركير ينقذ مرماه قدام محاولة حمدي الحرباوي الرأسية. الحوار يتواصل بين الحرباوي دفاع المنافس. الذوادي يوزع في العمق، محترف لوكران البلجيكي يتوغل. المضايقة من إبراهيم كاركبو، هل هناك ضرب جزاء أم لا؟ الحكم الموريتاني مغيفري يواصل اللعب. السيطرة تصبح كلية للمنتخب التونسي. الفرص تتعدد وفرصة أخرى لتفتح النتيجة تضيع على شادي الهمامي بعد إرجاع كرة من الحارس سلاليوم. دفاع المنافس كان وقت ثمية ميخو احتياطاته كاملة من صابر خليفة اللي ما كانش محظوظ مرة أخرى بعد توزيعها من زهير الذوادي وإرجاع كرة من الحارس كريستيان فاكير. المنتخب السيراليوني نجح في إيقاف كل محاولات الهجومية لأبناء سامي طرابلسي. كاد يحدث المفاجأة بوسط أنسو كاميرا على إثر هفوة فاتحة من فتح الغرب. أيمن المثلوثي ينقذ مرماه بالمناسبة من هدف واضح. المقابلة في دقيقتها 78 والتدخل من جديد من البلبول. المنافس أصبح يلعب الكل الكل. يسجل هدف بوسط شريف سوما كان مسبوق مخالف. ممرن المنتخب السيراليوني يلعب كل أوراق إلا أن استفاقة فريقه جات متأخرة. لينتهي اللقاء على التعادل السلبي. تعادل كان كافي للمنتخب التونسي للتأهل إلى نهائيات كأس أفريقيا للمرة 11 على التوالي وللمرة 16 في تاريخه. فهنيئا لتونس بهذا الترشح وإلى اللقاء في جوهانسبورغ. ترشح للمرة أو ترشح للمرة 16 نهائيات كأس أمم أفريقيا المنتخب التونسي بطبيعة الحال المرة 11 على التوالي سجل حضوره في النهائيات وهي أفضل سلسلة متواصلة بين المنتخبات المترشحة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2013. سي شهاب قبل ما نحكيه على الخطة التكتيكية إجمالا اللي عول عليها المدرب الوطني سيد سامي الطرابلسي، خط الهجوم هل أنه غياب يوسف مساكني ولا الإصابة والتغيير الاضطراري اللي عصام جمعة كان سبب إعاقة في الخطة التكتيكية اللي عول عليها سامي الطرابلسي في عدم تسجيل أهداف في طبيعة الحال؟ قبل كل شيء نبارك المنتخب الترشح متاعه. سينو تشوفوا احنا التشكيلة اللي نزلت من الأول شفنا فيها نفس النفس اللي كان ولا الروح اللي كان يتعامل بها المنتخب مع المقابلات الأخرى. يعني شفنا فهم التوازن بزوز لاعبين في الوسط الدفاع وفي الميليو ديفونسيف اللي هو خالد والساحي، والساحي هو اللي يقوم بعملية الرب، أسامة اللي وراء الحرباوي، وزوز مهاجمين الفاتحين اللي هو صابر وعصام. يعني نجم نقول حتى في غياب يوسف فما نوعا ما من التوازن حتى هجومي في التشكيلة هذه. تبقى اللي زاد أثر أو ظهر أكثر غياب يوسف هو الإصابة متاع عصام. عصابة عصام علاش؟ لأنه عصام من نحبه نكره الستاتيستيك ما هو أحسن هداف في المنتخب. ولما نتكلم على أحسن هداف نتكلم على فما ديستياسيون، فما حالات وين فما بلوكاج، خاصة لما تلعب مع فريق يلعب دفاع مكثف يلعب البلوك با، فما وضعيات اللي اللاعبين هذوما اللي عندهم الحس التهديفي هم اللي يقدروا يديبلوكيو الحالة أو ستياسيون هذيك. خروج عصام نجم نقول أثر نوعا ما على المستوى التهديفي أو على المستوى الهدف هذي المحرر. كذلك فما نقاط أخرى أكيد اللي هي خاصة الشوط الأول اللي عمل العمل التنشيط الهجومي اللي عملوه ثلاثة مهاجمين أكثر من اللي عملوه اللاعبين الوسط خاصة. وذاك علاش نظن أو خالد موجود لهنا يظهر لي دخول شادي الهمامي في الشوط الثاني حتى يكمل هو الهجمة أو إعادة أكثر المهاجمين من الخلف، يعني كلاعب وسط ميدان اللي هو إعادة الهجمة. وشفناه في الشوط الثاني خاصة طلب ثلاث مرات كرة في ظهر المدافع الأيسر متاعهم، وقت يخرج الذوادي يسحب معاه المدافع الأيسر هو يطلب الكرة غاديكا، وأقلقت كثير المنتخب السيراليوني لما دخل شادي الهمامي خاصة لمعارضة الهجمة. يعني الحاجة اللي هي
ظاهرة للعيانة خاصة في المقابلة ككل 90 دقيقة أو خاصة في الشوط الثاني هو غياب التسديد على المرمى. نعم. باش تسجل أهداف لابد أنك تسدد على المرمى أو تنهي الهجمة متاعك على المرمى، هذا كان مفقود. سينا معات على المستوى التنشيط الهجومي خليني نقول لك ديما قلت يوسف وي عنده المكان متاعه، لأنه تعرف في حالة كما هذه البروس انديفيديوال معناتها لو بلوس انديفيديوال نتاع الملاعبي مراوغه اكسبلو انديفيديوال، ونعرفوا ليوسف سواء في الترجي او في المنتخب الى ديبلوكي بكو سيتياسيون. عصام كذا مره كيف انتظرنا صابر عمل شويه خطر لكنه ما انهاش الهجمه كما يلزم، بقى محاصره كبيره برشا صار الخليفه في لقاء. نعم حبيت نعمل توضيح، ديما نتكلموا نحن على الفريق الوطني واحنا عملنا 2-2 في السيرا ليوني ويلزمنا نربحوا هنا، لازمنا نذكروا ارقام الكره هي ارقام ايضا. احنا في 16 الفريق التونسي تونس في معناتها في 16 مشاركه عندنا دو فينال بيردو وربحنا مره برك، معناتها كان نجي تشوف على مستوى الارقام تونس سوني باز ان غراند افريك، على مستوى الارقام ما تنجمش تقول احنا مانيش الكامرون مانيش كما كانت الجزائر مانيش مصر وكل الفريق على مستوى التصفيات لا ذكرت تونس على مستوى على المستوى الافريقي عندها تتويج برك معناتها او نيفو دو ليكيب ناسيونال. حبيت نقول حاجه بلا حبيت انا نضيف حاجه، تكلمنا برشا على مساكني على غياب مساكني، تكلم على جمعه تكلم على الذوادي، كان ثم واحد معناتها طبيعيا كان في المباراة هذه كان نجم يعوض مساكني، كنا معناتها نترقبوا فيه باش يعوض مساكني، يعني ما عندوش لو ميم بروفيل قد مي كان من المفروض انه يعوض مساكني اللي هو دراجي. سي دراجي كي تي اوت ايجالمون، وإلا كان دراجي كان في فورما ودراجي لعب معناتها لعب الدور نتاعو، دراجي كان ينجم يدخل هو بالكرة، كان ينجم معناتها يخدم اون اون دو، كان معناتها على مستوى الكرات العالية اللي نعرفوا دراجي سي ان غران جوار في الكرات العالية، ما لقيناش في الكرات العالية في وقت من الأوقات نحن اضطرينا باش نلعبوا الكرات العالية، لذا معناتها كنشوف على الورق صحيح أنه مساكني يقعد مساكني، لكن كان ثم من المفروض لاعب اللي ممكن اللي عاوز مساكني وما عاوزش مساكني. لا انا حبيت نقول يحتمل ما نتكلمش كيف وما نحبش نتكلم على اللاعبين خاطر فريق وطني ما نحبش نشخص، انا كل لاعب ياخذ مكان في فريق وطني لازم يعرف شنو يعمل في الميدان. التشكيله والرسم التكتيكي اللي هبط فيه الفريق الوطني على الورق فكره طيبه من المدرب على الورق، ولكن ما تجسمش على الميدان. علاش ما تجسمش؟ لانه لا فما العديد من اللاعبين تكتيكيا ما قاموش بالمهمه اللي لازمهم يقوموا بها. اي لا لازموا ما تشخصوهاش. لا معناتها كمجموعه ثم الورق وثم اللاعبين. لا كمجموعه طيب مثلا نعطيك اكزامبل، علاش انا نتكلم على لو ميليو الي انديسوسيابل، ما تنجمش تتكلم على واحد اذا كان دراجي قدم قدام يخليهم وحدهم المردود نتاعهم باش يتمس. انا ما نحبش نتكلم على اللاعب على خاطر كان خرج الدراجي يعوضوا المساكني، اما المساكني والدراجي لازمهم يعرفوا شو يعملوا وقتاش يطلبوا الكرة، وقتاش يمشيوا لقدام، وقتاش يعاضوا الواحد، هذا الشيء باش نتكلموا عليه. اش قلت؟ قلت الفريق الوطني نتاعنا على الورق الفكرة نتاع سامي طرابلسي على الورق جيدة، وأنه فما دفاع بأربعة، فما زوز لاعبين وسط الميدان اللي باش يخرجوا الكرة ويعرفوا يخرجوا الكرة فنياتهم تسمح لهم، فما لاعبين على الأروقة، أنا تاكون وراه أميليو اللي يعاض. ولكن شفنا العديد من الاخلالات في وسط الميدان، فما انديزيكيليبر كبير في وسط الميدان، تو تشوف اخترت من بعد العديد من اللقطات. ليني نتاعنا كانت بعاد، تو تشوفوا معناتها لابور نتاع لي لاتيرو ما كانش موجود، وخصوصا الخلل كان في لو تايمينغ نتاع طلبان الكره. هي اليوم الكره عندها ابجديات، شو الابجديات؟ هي الحركيه فوق الميدان، التمركز اللي ما كانش سليم، اللاعبين جيدين كي تاخذهم واحد واحد ماهمش خايبين، هذوما احسن ما عندنا في تونس، ولكن التمركز نتاعهم وقت اللي تنزل باغ اكزومبل على الفلسه تقول ستوب. السبب شنو السبب زيد؟ هذا واضح. لا السبب واضح، تحضيرات وخدمه لازم لازم نصيب اكثر من العمل، لازم الاليات تزيد تتروشك. اللاعبين موجودين ولكن فما اليات لازمها تتخدم. خارج عن نطاق الاطار الفني يعني حاليا هذا لا الاطار الفني راهو الفريق الوطني، خدمه في فريق وطني ماهيش خدمه في فريق عادي. المدرب الوطني يلقى معناتها بعض من الايام، معناتها نتصور انا وانه اللاعبين نتاعنا عندهم يعني امكانيه باش يداركوا، ولكن في المقابله اللي شفناها البارح
فما العديد من النقاط. الرسم التكتيكي تغير، انت تكلمت على الرسم، تقول له الرسم التكتيكي. لا انا حكيت على الرسم تاع البارح. اي الرسم التكتيكي معناتها الانيسيال اللي بدا به المباراه تغير وقت خرج عصام جمعه وتخلى الذوادي، الذوادي اللي يلعب 30 35 متر معناتها ديبيوت ادفيرس، ما عادش ثم البروفوندور في الواحد هكا، وكم معناتها في وسط الميدان دراجي نابا في ان غران ماتش، الميليو تيرا متاعنا لي دو جوور متاع الميليو تيرا متاعنا ما مشاوش عادوا الهجوم كما يلزم. دونك صابر خليفة الى ايتي صابر خليفة هو اللي قال مشاكل باعتبار ما خاش معضل ولا الديزيكيليبر تخلق في الوقت هذاك. الديزيكيليبر هذاك دخلنا برسم تكتيكي هجومي نلقاو روحنا افيك ان سول افون اللي هو ان فان كونت ولا الحرباوي. اي مسلمي سامحني، فما دي شوا تكتيك دي شوا دو جوور البارح اللي كانوا ما همش بلاصتهم. تاخذ انت دي جوور اون مانك دو كومبيتيسيون ما همش قاعدين يلعبوا في الجمعيات نتاعهم، شنو اللي باش تنتظر منهم؟ ما نعرفش الاختيارات. المدرب هو في كل مباراة يعمل الاختيارات، مباراة يعني يكون اختيارات فيما يتعلق باختيار الدراجي. الدراجي والذوادي ما همش قاعدين يلعبوا في جمعياتهم، شنو باش تنتظر منهم؟ ما نعرفش. انا في ليكيب ناسيونال كي تلعب زجورات ربما الاختيارات البارح انا كنت خير توا ساهل باش نتكلموا، ربما انا نتكلم مجدي تراوي شنو ما يلعبش. ما تستعملش سراء ان توازيام دومي اللي باش يقعد معناتها 40 متر على مرمى المنافس. نرجعوا للفورمول القديمه، نرجعوا للفورمول القديمه نتاع 30 متر ما بين لاتاك وما بين ميليو تيران. هذه هي شنو المشكله، كان تحط موله اللي بحذانا وتزيد تحط بحذاه يلعب اكثر. اي لا وقت تحط ثلاثه جوانات تراوي لاعب ممتاز، انا شفته تفرجت فيه في الشان مثلا على خاطر هذا يجيني الفكري فشان يلعب تقدم اوفنسيف معناتها انت وال لكن في المباريات الاخيره وينه المباراه الاخيره معناتها الاشكال في الاشكال اللي هذا اللي رجعنا له في المباراه الاخيره، الاشكال اللي معناتها لاعبي وسط الميدان نتاعنا ما يمشيوش لقدام وقت تلقى الفجوه هذيك نتاع 30 متر. موافق، ولكن لاعب وسط الميدان باش يمشي للميدان لازم ممهدات موجوده. وليش يلعب وسط الميدان الاريير لاتيرال نتاعو طلع والاخر طلع ويروح ويطلع متوفره. انا ذاتي كان نقول لك ما نحبش نتكلم على لاعب، نحب نتكلم على ولكن مجموعة. تقريبا كانت متوفره بنسبه معينه في مباراه الذهاب ضد سيراليون وكانت شبه غايبه في مباراه يوم امس. شوف شوف الحكايه، نتكلم على فكر اللعب او التنشيط او اختيار اللاعبين. انا بالنسبه لي انا ما ندخلش في الاختيارات تاع اللاعبين. وقت شفنا الديبار على الورق شفنا نقاو اللي احترمنا فتح الملعب على العرض، احترمنا اللاعبين اللي هو باش يعمل التغطية في وسط الميدان اللي هو خالد مش خاطر قدامي عمل مقابلة كبيرة بالنسبة لي أنا، هو كان أحسن لاعب فوق الميدان. علاش؟ لأن تبعت المقابلة من فوق، هذا مش من التلفزيون، من الملعب، وشفت شو العمل اللي قاعد يقوم به. يعني لاعب وسط روبير برسك أندومي في أكسيال اللي هو يعمل التغطيه اللي بيرو نتاع ملي تيرا، لكن القوه نتاع خالد انه في لي ترانزيسيون اوفنسيف وقت يفك الكره ويربطها بالعمليه الهجوميه باك التمريره، خاطر هي في الترانزيسيون اوفنسيف اهم شيء الكره الاولى، الكره الاولى تخرج تضيفها. يعني نوعا ما عندنا في وسط الميدان لاعب عنده مستوى عالي. شنو اللي خمم فيه سامي حسب اللعبة جمال الساحي هو سامي، أنا رأو سامي ترابلسي أنا سامي ترابلسي مسلم الكريمي هو اللي الساحي هو يقوم عملية الربط قدام روليوغ قدام خالد هنا وي جمال بورا ماتش ما مشاش معناتها، وهنا تفطن سامي في الشوط الثاني دخل شادي باش يكمل هو الهجمة. مش أول مرة مش أول مرة شهاب اللي تبقى لما رأو في الثلاثة الموجودين القدام وراهم أسامة، كما قلت انا احترمنا فتحان الملعب، احترمنا العمق، احترمنا الحرباوي اللي هو لاعب يرتكزوا عليه في العمليات الهجوميه ان جوار دابوي اكثر منه ان جوار دو بروفوندور. عصام كان هو جوار دو بروفوندور، صابر سيتي لو جوار نتاع البيركسيون نقولوا احنا نتاع الديبوردمون البيركسيون، اي اسامه الدراجي سي لو جوار باسور ولا الجوار اللي هو يعمل السيور نوبر في ذاك المدى. سامحني على المستوى فسر الروندمون نتاع الساحي مع مونبولي، ديفيرونس تاع الروندمون مع مونبولي ومع الفريق الوطني، لانه وقت جاء افيك ان بروفيل بيان بريسي. قلنا لقينا نمرو 8 الكلاسيك اللي نتكلموا عليه قبل، مش قاعد يلعب في الدور هذايا الساحي في الفريق الوطني،
مش يلعب قاعد مش قاعد يلعب في الدور هذا يلعب رونتمون مش يلعب قاعد الدور هي رونتمون نحكي على رونتمون في الفريق الوطني ما نحكيش على البروفيل نتاع الجوار البروفيل نعرفوه نتاع الجوار هذاك اللي جاء من مونبلييه وجبناه البروفيل لكن هو مش قاعد يلعب في شوف انا حبيت ناخذ الفكره حبيت ناخذ الفكره في الاخر انه هذا التحذير المقابله شو موجود على الميدان شنو شفنا على الميدان شفنا حاجات اخرى لكن التحذير المقابله كان موجود ولهنا منقدر نقطة ما نتكلمش على غياب يوسف المساكني لكن زاد في كل مقابلة فما البلوكاج يجب يقع أنه فما كومبارتيمون ما يمشيش ما نقولش لاعب ما يمشيش كومبارتيمون ما يمشيش لهنا تستنى البلوس انديفيديوال يجب يكون من أسامة يجب يكون من صبر ما جاش وقتها غادي وقتاش نعرفوا قيمة الشيء لما نفقدوه وقتها نتفكروا يوسف نتفكروا عصام كيف وقعت الإصابة لكن فما نقطة أخرى هو على مستوى الكرة الثابتة غياب قلت لي كلي تقريبا التسديد الكرة الثابتة الكرة الثابتة الإشكال اللي كان شفنا نرجع للفيتير حتى اللي عديتوه الكرة الأولى كانت صعيبة برشا ونعرف أنا الصعيبة خاطر تنقلت أنا السيراليوني وشفت مقابلة السيراليوني وكافير وشفت الفريق هذا قوي برشا على الكرة الثابتة سواء دفاعيا أو هجوميا قوي برشا دايور البارح تأثر هجوميا الفريق متاع سيراليوني لكن ما تأثرش دفاعيا لأنه خاد يلعب في 4-4-1 بعد خروج اللعب متاعهم وكانوا اختيرين أو يعرف خالد كانوا اختيرين سواء على مستوى التماس الطويلة أو على مستوى الركنية نتفكر في الشوط الثاني في نهاية المقابلة لعبوا ركنية بزوز لاعبين بالرغم وجود زوز لاعبين توانسة ونعرف واحنا وقت بدأ يمشيوا زوز من لاعبين توانسة للركنية يقوم يغيروا ويلعبوا الركنية الطويلة هما ما غيروش افكارهم كانت واضحه لهنا نرجع نقول كما قال قبيله زياد في افريقيا ما عادش نتكلموا على ادفيرسير من الصف الثاني والصف الثالث انا وقت شفت الفريق هذايا في لعب مع كافير شفت افكار واضحه شفت فريق عنده افكار واضحه البارح لاخر دقيقه افكار واضحه وعارف انه يحب يهز المقابله وعارف اللي هو كان يخرج من المناطق نتاعو يمكن ياسر يخرج من المقابلة لذلك قعدت حي في المقابلة حتى للأخر ويلوج أنه وقتاش تجي الفرصة متاع الكرة الثابتة يعرف روحه بالضبط يعرف روحه أثناء اللعب بتاتر ما يقلقش برشا المنتخب التونسي النقطة الثالثة اللي هي مهمة برشا شوف خرجت منها من المقابلة فما واقعية عند اللاعبين البارح يعني فما نضج فوق الميدان يمكن يستغربوا الناس الكلام مش نقوله لكن هذا واقع وهذا مش يهزنا جنوب افريقيا انه في مقابله كما مقابله البارح الريبلاسمون ماسيف دي جوار في الوسط تيران يعني خاطر فما بعض الاحيان يقولوا اللاعبين استسهلوا شويه لا ما استسهلوش وقت راى ان الواقعيه نتاعهم على مستوى اعاده الرجوع اعاده التمركز نتاعهم في وسط الميدان ولا راى الانتشار نتاعهم على مستوى الكرات الثابته وكيفاش يلعب الكره الاولى يلعب الكره الثانيه انا نقول واقعيه نتاع الفريق نتاعنا اللي هو بحث على الترشح حتى ولو بالتعادل. نعم باه زيد كنت اخترت مجموعه من اللقطات في كنت اخترت مجموعه من اللقطات حبيت نبرز النقائص اللي كنت حكيت عليها وانا نعاود نقول حسب رايي انا فما خلل في التمركز نتاع اللاعبين فما خلل في الانتشار نتاع اللاعبين وال يعني الانتشار فوق الميدان الحركية يعني الموفمون ما كانش في الوقت وفي التايمينج صحيح كان يا اما بكري برشا يا اما مخر برشا فالأشياء هذه لازمنا نراجعوها لأنه فريق هو جزء لا يتجزأ من بعضه ما نجموش نحكم على لاعب علاش ما عطاش ولا واللي حسب رأيي أنا الكروة اللي كانت ناقصة هي اللي ما بين وسط الميدان اللي متكون من خالد والهجوم هو ما كانش فما انيماسيون فك ال 20 25 متر خاطر ما نجموش نتعداو منهم هما طول للمهاجمين الا كان باش نتعداو من خالد وساحي للمهاجمين باش يولي كره طويله لازم اون كروا في الوسط باش نتعداو ما حتى اللي هي كانت مفقوده البارح ما كانش انت على اسئله الاستعداد هذاك علاش شفنا يعني صابر خليفه اكسترو انديفيديوال دخل شد اليمامي ما عادش مفقوده سامحني هذاك علاش صابر خليفه لقى بعض الصعوبات يعني من وسط الميدان يحب باكسبلو انديفيديوال يوصل قلب الهجوم وهذا اللي ما انجحش فيه البارح في اكثر من محاوله دونك اخترنا بعض اللقطات نجم نشوفوهم اربعه ولا خمسه لقطات باش نحكيوا عليهم هذه اللقطة نحن حبيت أن نوري لهنا علاش أنا قلت التمركز ما كانش به تو فريق الوطني نتاعنا يضغط
تشوف لهنا المدافع نتاع الفريق الوطني بعيد برشا على المهاجم. وانا نمشي معك اكثر، ثلاثه لاعبين اللي الهيشري واللاعب عبد النور وعبد النور واش اسمهم لازمهم يطلعوا اكثر على على اللعب، خاطر تخليها كيكا دار بالكره. وفما التمركز نتاع فاتح الغربي اللي في اول اللقطه كان تشوفوه زاده، اللي هو زاده ماهوش ما كانش تمركز صايب، كان تعاود ترجع للتالي تشوف، لانه خلى معناتها اسباس كبير وراء عبد النور، وكان الاسباس هذايا الى كان معناتها وسط الميدان كان يحط الكره في ظهر عبد النور، يحتمل كان يجي خطا، البلاصه نتاع فاتح الغربي كانت تكون وين حطيناها نحن هنا، البلاسمون غلط. لازم اللاعبين خاطر ايش نقول لك، في كرة قدم لازم فما البلوك، لازم يكون دونك لا فورم، لازم يكون الدفاع، لازم يطلع القدام. هنا فما 6 متر وحسبناهم، معناتها هذا ما نعموش، يعني حبيت نحكي بصفة عامة على بعض النقائص اللي شفتها، مش معناتها الدفاع ما قامش بالرول نتاعه ولا اللي شيء كان عنده نقص، هذه الاخطاء اللي كانت نجم تعمل هدف، باش تعمل الضغط. نعم زياد لهنا لو نشوف ما نعرفوش على فاتح وين كان، علاش خاطر طول كي يشوف البوسعادي واقف صحيح اليني مع لا مع الكره خرجت من الديفونس، اي كره خرجت، معناتها ما نعرفوش على على فاتح وين كان، يمكن على انطلاق الكره. تبقى لهنا علاش الهيشري تمركز على نفس الخط مع عبد النور، لانه اللي كان مع عبد النور فما ملاعبي، يعني الهيشري شي خمم قلت لك حاجتين، يا مع عبد النور والهيشري قدموا ما الهيشري ما نجمش يخلي مهاجم هكاك يدور يدور في عقله، مش مسموح مش مسموح هذاك، مش مسموح بالنسبه لنا احنا كمدافع، مش مخطر الملاعب هذاك اللي اخطر، او ايش قولك علاش اللي اخطر هو اللاعب اللي معاه عبد النور، كيفاش مش مخطر هذاك يعمل كنترول ريونتي باهي ويدور ما يخرجش راس راس، يقل شو يقل وقت يقل وقت، سامحني يا زياد علاش انا بالنسبه لي اللي اخطر اللي اخطر هو التغطيه اللي في العمق على عبد النور، لانه عبد النور معاه لاعب، لذلك هنا شوفوا خالد وين وصل وليش وصل لهنا، اجبروه انه يرجع الكره للتالي، معناتها وعاودنا اعاده التمركز، ما اجبروش على خاطر هو مستواه متوسط اللاعب، ما كان جاي لاعب عنده كان مستوى خارج الكره وشغل الثغره هذيك، اختار دو كونتر دو لو برينسيپ دو باز، اللي مهاجم ما نجمش يكون لكن 40 كيلو 40 متر على المرمى نتاعنا، ولو واللي اخطر احنا عاملين ضغط، احنا عاملين ضغط كره كتاش، يعني زياد الامكانيه كانت وادا المدافع انه باش يكون قريب المهاجم هذاك ما يخليش حتى فرصه باش ياخذ الكره ينجم يحاول الهدف، هذا هو المقصود. انا انا يظهر لي معناتها نحن ضاغطين والكره خرجت من الديفونس، انا ما نخليش يدور ما نخليش بعيد عليه 6 متر وقال شنو هذه هذه الجزئيه في بعض التصريحات اللي نحن اون سوبريوريتي 3 كونتر 2 4 كونتر 2 اي انا الاوبجيكتيف هو نحكي لك كره طويله هو العمق خلاص روس اي الاوبجيكتيف العمق بالنسبه للاوبجيكتيف تاع الديفونس هو العمق بعض الاحيان سي جيب نسمعوا الجزئيه بسيطه قلبت انا في كونفيغوراسيون مش مسموح عندي مدافع يخلي لاعب هكاك في كونفيغوراسيون هكا نتاع 5 كونتر 2 ماهوش مسموح. زياد اسالك لو كانت الكره في العمق اكثر في ظهر عبد النور شكون قوم بالتغطيه؟ شو الكره لو كانت طويله نحكيو على الموضوع هذا نحكي لك ايفيكتيفون البلاسمون نتاع الديفونسور لازم يكون متهيئ للعمق للتغطيه نتاع العمق اكثر من اللاعب القدامي. اللاعب القدامي هذاك يجب تلاه به خالد يجب يقع الوقت باش نعاودوا نخرجوا له اون في لا زون هذه هي لا زون هكاو سي لا زون بي لا زون ب 6 متر نمشيو للقطه الثانيه نمشيو للقطه الثانيه زياد اللي كنت زياد هو الماركاج اوفنسيف سي تري امبورطون وقت اللي تبدا عندك ونحن ضاغطين صحيح وقت تبدا الكره ماهيش عندك اكيد لازم تكون مو قريب للمدافع للادفيسير اللي قدامك كذا فهمت شحاب يقول زياد ما زاد زاد فهمت زاد شحاب يقول سي جي باللي خم لو كان الكره في ظهر وليد شكون باش يعمل الكوفرتور لهنا سيت ان شوا سيت ان شوا وقت تلعب وقت تلعب ممكن وليد تلعب الليني سي ان شوا انا وقت نشوف الكره هذه وقت نشوف السيتياسيون دو جو هذه ماهي سيتياسيون دو جو فيريتابلمون خطيره لان عندك 4 ديفونسور عندك 2 دومي ديجا قدامهم ولو انه هو يحكي على لومبلاسمون كانت نجم تكون خطيره كان خاطر المستوى نتاع المهاجم أي. انا نحكي على البرينسيب دو جي نحن ضاغطين والكره عندنا ما لازمش خليهم باش الكره كي ترجع تعاود تتك اللقطه الثانيه اللي خليش يدور اتاكون ما يخليش يدور اللقطه الثانيه باعتبار ان العدد كبير والوقت كلناها كل في اللقطه اي مسي وين اللقطه الثانيه حاضر اللقطه الثانيه زين اللقطه هذه لهنا كان ماذا بيا توقف تشوفوا لهنا الموفمون تاع الدراجي بكري عملوا دراجي سبق لاكسيون
وتشوف ثلاثه مهاجمين ثلاثه، تشوف صابر خليفه غاديكا على اليسار والحرباوي وزيد الدراجي، ثلاثه لاعبين نتاعنا على نفس الخط. شوف هنا اغزر معناتها انا تمنيت لهنا، وانه وقت اللي شاف الحرباوي وقت اللي شاف الدراجي سبق لاكسيون كان هو يجي. اذا كان الحرباوي جاء مثلا باش يجي يقبل الكره يولي هو بون باس يخرج الدراجي، ولكن مالغري تو سا الدراجي سابق برشا لاكسيون، التايمينغ نتاعو سابق برشا لاكسيون. الدراجي وراء المهاجم كان يتربص باش يشوف لاكسيون كيفاش تبدا، ومن بعد هو يكون اون سوتيان مع اليمين ولا على اليسار يقرا اللعب. لهنا سبق لاكسيون، وهذا معناتها تشوف ثلاثه مهاجمين نتاعنا على نفس الليني، يسوفي باش مدافع بركة يفكها يقتل ثلاثه معناتها مهاجمين. دونك هذا حبيت نوري وشفتوها معناتها. سي تي كونفيغوراسيون دو جو عمرك ما تشوفها في برشلونه، خاطر عندك ديما ان جوار يخرج، عندك ديما ان جوار يخرج. اي سي لي برانسيب دو باس. فوالا اكزاكتومون. لا معناتها شو معنى برانسيب دو باس؟ كي لو بورتور دو لا بال كي يبدا عنده الكره لازمك تعطيه انت حل باش يلعب قصير، كيما تعطيه حل باش يلعب طويل. لهنا انت لزمته باش يلعب كان طويل. بالضبط. هذا هو حاجه مهمه للفريق المنافس، عارف علاش قادم، يعرف لي الخاصيات نتاع اللاعبين نتاع المنتخب التونسي اللي هما يحبوا الكره في الاسباس، وهذاك الشيء اللي قلقناه بهم ممكن في المقابله نتاع الذهاب. يعني في لقطه كيف هذه ديجا الكره مزات ما خرجتش، والديفونسور نحى الكره خذاها زوج ثلاثه متر، وعارف اللي اللاعبين نتاع المنتخب يطلبوا الكره في ظهر، دونك الكوفرتور كانت اغلب الوقت موجوده، وذاك علاش ممكن السلاح نتاعنا اللي هو الكره في الظهر نتاعهم لقينا ديما شكون يعني حاضر له. ريزون دو بليس انه يلزم التنويع. شنو التنويع؟ شكون يطلب في العمق؟ شكون يديكروش باش يخدم عليه لابوي نحن؟ هذا سابوز مشكله اخرى في ليكيب معناتها في الفريق الوطني هذا، واللي قلتها انت توا، احنا ديما الفريق نتاعنا الوطني عنده صعوبه انه يصنع اللعب. قوته وقتها ما يصنعش اللعب، وقتها يبدا معناتها في كونتكست على الاكستيريور، مي وقتها يلزم يصنع لعب. البارح شنو هي اكبر مشكله الفريق الوطني؟ هو انه في الشوط الاول حب يصنع اللعب، حب يتحكم في الكره، ما نجمش يتحكم في الكره. وهذه مش مساله لاعبين، نرجع معناتها لزياد التمساني، مش مساله اختيار لاعبين برك، مساله معناتها الفريق التونسي هذايا بصفه عامه كيفاش يلعب. جاي زياد كما قلت مركز فوق الميدان وكيفيه استغلال معناتها. ودوتون بليس هذا فما رمارك اخرى، وقت اللي شفتوا الدراجي تقدم القدام، وقت اللي شفتوا دراجي قدم قدام لازم يكون توازن. كي الدراجي قدم لازم مهاجم يرجع لتالي باش كان تفكت الكره ما نفقدوش التوازن نتاعو، يرجع الكره بسرعه. هذا رمارك هذا كان غايب في اللقطه. الشوط الثاني كي دخل شادي عمل لهم برشا قلق، خاطر الجوار اللي يجي من تالي هما ديما يغزروا الجوار اللي مقابلهم يلعب قدامهم، اما اللي في ظهرهم هو هذاك اللي نجم بوسك اللي واحد من ليزاتاكون باش يخرج باش يخلي سباس اللي ممكن شادي في مارتين وثلاثه استغلهم، وكنا نجموا نعملوا برشا خطر على ليزابيل دوبا اللي عملهم شادي الهمامي في الجيم. الا انه الهدف كان غايب بطبيعه خالد، وتو نعرفوا بعد اهميه الهدف اللي كان غاب في مباراة أمس بين تونس والسيراليون. من اللقطة الثالثة من اللقطة بعد فما يمكن لقطتين أخرين. اللقطة هذه حبيت نوري، شفت معناتها لهنا معناتها هذه إيجابية، شفتوا كيفاش الذوادي طلب الكرة ما بين لي دو ليني، ما بين الخط الثاني هو وسط ميدان نتاع السيراليون والخط الأخراني نتاع الدفاع نتاعهم، وهذه حاجة إيجابية. شفتوا كي الذوادي جاء ما بين لي دو ليني لقى الفضاء، دونك هذه حاجه ايجابيه لازم زاد اللاعبين يعاودوها. شفتوا دونك لهنا لقى الاسباس نتاعو ونجم يعمل الهجمه نتاعو. تعداو للقطه اللي بعدها، يظهر لي اللقطه اللي بعدها تخص خالد المولي اللي في نهايه المقابله خذا الكره من وسط الميدان وقعد يستنى في حلول تقريبا خمسه او سته ثواني، وفي نهايه الامر ما لقاش حلول لانه اللاعبين الكل طلبوا الكره لقدام، وحتى واحد ما جاء باش يعطيه يد معناتها باش يعاود. وشفت لهنا علاش انا تكلمت على التمركز، شفت كي تشوف تنزل انت على الكره هكا تشوف الديزيكيليبر الموجود في وسط الميدان، معناتها وسط الميدان نتاعنا المساحه الاشوريه الكل ما عندناش فيها بريزونس، خاطر لازم معناتها فما اون هارموني في الكره. اذا كان واحد طلب القدام لازم الاخر زاد ما يطلبش كيف القدام، يجي يعطي الحلول لخالد، وخالد كانت عنده الكره في وسط الميدان
استنى 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 كيما لقاش حل ولا بلانس. هذا هو خالد كيفاش يصير تناسق بينك وبين اللاعبين؟ يعني طلب الكرة وارد في وسط المباراة، لهنا شفنا تقريبا أربعة ولا خمسة لاعبين بعد برشا، حتى التمريرة باش تصعب حتى هذيك. وهذا أنا يعني علاش اخترت هذوما، حبيت نوري شنو هما الصعوبات اللي تعدى بهم الفريق الوطني لا أكثر لا أقل. صحيح بوها في كيفن هاكا نتصور اللي يوسف المساكني كان ينجم يعطينا حلول كبيره ياسر، خاطر يوسف اكثر انا ما في الاسبيرونس نعرف يوسف اكثر واحد يحب يطلب الكره في ساقيه ويعمل لك يعني بالليزابيل يعمل لابيل كونترا بيلي، يعني يهز المدافع ويرجع يعرف وين ياخذ الكره. ممكن الشيء اللي البارح ما لقيناهوش ياسر في اللي قعدنا نلعبوا ياسر ستاتيك، يعني كل واحد ما حاولش باش يجتهد يعطي سوليسيون في الوقت المناسب في الاسباس المناسب. وزيد على هذا ممكن الميفار متاع كلكو جوار اللي صاري في الكرة اللي واحد نهار ماهوش في نهار كبير. حاجة أخرى وأهم حاجة بالنسبة لي أنا، تحب تلعب كرة باهي لازمك تيران باهي. البارح مالوريزمون التيران ما كانش فيه تا كبير ياسر، حتى اللي باش تمد له باس يخاف بريمو كونتر ايكيب تلعب لك الكونتر اتاك، تخافش تعمل تعمل كنترول غلط تولي لك مشكله. ولينا قعدنا نلوجوا في الحل السهل، الحل السهل هو مالوريزمون باش يطول مع هذا كي طولنا ما اجتهدناش باش نربحوا الدوزيام بال، ممكن اللي كانت تغطي لي ديفايونس كنا عملناهم في وسط الراه. بون هذيك الكوره دي ديتاي يعني جزئيات يحكموا في المقابلات. ممكن ما يهمش، نحن قلنا معناتها مقابله معناتها لو بلوز امبورطون الفريق الوطني ترشح، ولكن فما نقائص واحد ما يتهاونش عليهم يخدموا اكيد في كل مقابله يعني بتبعد على الريزلتا سواء ايجابيه ولا سلبيه، فما ديما حاجات لازم تصلحهم ولازم تحاول باش بروغريسي فيها. نمشيو احنا للتصريحات ما بعد اللقاء من اطار فني وايضا لاعبين بعد لقاء تونس السيراليون مع محمد علي بوزقال ورفيق زعفراني ياسين البحري مختار طاهري وحمزه بنضيف. سيدي غسرة الحمد لله سي نورمال، يظهر لي اليوم جينا الماتش كوم الفو معناتها بريسينا في الميتون الاول في اول دوزيام ميتون، مي سي نورمال في اخر الماتش معناتها شويه بريدونس معناتها رجعنا شويه التالي. الحمد لله كاليفيكاسيون سي نورمال عمرها ما تكون سهله، الحمد لله كاليفيكاسيون ان شاء الله في الكان هذه نكونوا خير من الكان اللي فات ان شاء الله. بيان سور فماش ماتش سهل توا في الافريق، فماش كل ما اكثر جمعيه ما نعرفوهاش، لعبنا الغادي في تيران خايب، اليوم زاد شفنا تيران خايب مش متعودين نلقاو هكا في مستيه. لعبنا في تيران خايب ماركينا لها زوز، هنا ما شفناش ماركولا وهي ناقص. هكا هذيك هي الكرة ليسونسيال معناها الكاليفيكاسيون، الحمد لله يا ربي برشا مرات توا قاعدين نترشحوا لكأس أفريقيا، عندنا جمعية باهية، توا نحضروا إن شاء الله الكوب دي موند، فما تصفية زادة مهمة، إن شاء الله نترشحوا زادة، عندنا أوبجيكتيف نترشحوا إن شاء الله الكوب دي موند، وربي وفقنا تشوف معناها عندنا أولاد باهين قاعدين يبرزوا في جمعياتهم وكيف كيف الإكيب ناسيونال يحبوا يجيو يلعبوا وأكثر البرفورمانس اللي قاعدين نعملوا فيها. صحيح غسرة أكيد معناها ما كانتش مقابلة سهلة، وكما كنا متوقعين الشيء هذا، بورتو معناها يلعبوا بعشرة، تعرف معناها كيف تبدا بعشرة تلعب بعشرة معناها تبدي تعطي أكثر معناها من عندها. الحمد لله وفقنا ربي، 0-0 معناها كانت نتيجة معناها تساعدنا وترشحنا، الحمد لله هذاك هو الإسونسيال الحمد لله. الترشح كان صعب وصعب جدا في ثم فترات لعبنا فيهم بالنار، الأداء متاعنا معناتها ما كانش أداء طيب، ما نحكيش على نحكي على الأداء الفني معناتها، كي نشوفوا المقابلة ما ثم حتى لاعب ظهر لي ادخر جهد ولا قصر معناتها في المردود البدني، فنيا ما لقيناش حلول، كنا ممكن في وسط الميدان ما تحكمناش في وسط الميدان، كنا رزان معناتها في تخريج الكرة، خلينا المنافس معناتها هو من اللي جاء معناتها من انطلاقا من المباراة معناتها كان منكمش التالي ويحاولوا باش يلعبوا على المرتدات، احنا باللونتور اللي في اللعب نتاعنا زدنا خليناها معناتها يسكروا لنا المنافذ. ماتش للنسيان انا حسب رايي،
انت قلت مقابل سيان انا قلت بتتر العكس بالعكس معناها المقابله هذه لازم نقعد نذكروها على خاطر سيغتان مومون لعبنا بالنار النسيان شنو النسيان انا نحكي على المستوى الفني معناتها تمام ونا با ديفلوبي الفوتبول اللي لازمنا نقدموه في الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي عندنا في لي جوار اللي موجودين عندنا مي بدنيا تكتيكيا معناتها المنتخب نجموش نقولوا ما قدمش مقابله طيبه مقابله متوسطه حسب راي نقول بالعكس ما لازمش ننساوها لازم نذكروها نحطوها ديما في بالنا قلت اليوم ما لعبناش المقابله اللي لازم نلعبوها لورك اون برينسيپ لازم نلعبوا المقابله اللي لازم نلعبوها كما لعبوهاش اليوم وقتاش نمشي نلعبوها في الكوب دافريك ان شاء الله نلعبوها ان شاء الله في جنوب افريقيا نلعبوا المقابلات اللي لازمنا نلعبوها كان نحكيوا على ترشح بصفه عامه كان صعيب بالنسبه للمنتخب التونسي ولا لا احنا راهو اونيا فيرتي معناتها ما يلزمناش نستناو اللي يكونوا تو من هنا وغادي باش يكون ترشح سواء الكوب دافريك ولا الكوب ديموند باش يكون سهل احنا باقي ديما معناتها الناس المحيطه بالكره في تونس ديما نستنقصوا من المنتخبات ونستنقصوا من بعض المنتخبات دونك اليوم في الافريق في حسب رايي ما عادش ثم منتخب معناتها سهل وكل مقابله بدمها حاولت في نفس الوقت تخلي النوايو نتاع المجموعه هذه لكن في كل وقت معناتها تحاول باش تعمها على اليمين وعلى اليسار بملاعبيه اخرين ندرا هذا سهل عليك المهمه في المستقبل اكيد يخلينا بوكو دو شوا برشا حلول تشوف معناتها المنتخب بالرغم غابت عليه العديد من اللاعبين معناتها في برشا مناسبات لكن في كل مره نلقاو حلول كي نلقاو معناتها لاعبين اللي اليوم يقدموا في مستوى طيب ونعرفوا اللي يكونوا في المستقبل نجموا نلقاهم نضموهم للمجموعه لقينا حمدي الحرباوي لقينا أنيس بن حتيرة إن شاء الله طوى عبد القادر وسلاتي كيف كيف ذوادي كيف كيف رامي البدوي فخر الدين بن يوسف برشا لاعبين معناتها اليوم نجموا نحكيوا على مستوى طيب على إمكانيات طيبة على مستقبل إن شاء الله إيزون با 20 ولا 21 إن شاء الله مستقبلهم يكون كبير وكي يستانسوا معناتها معناتها دي ماتشوات كيما هكا ودي زيشيونس ودي كوب دافريك باري كيما هكا ما ينجم كان يحسن المستوى نتاعهم وما ينجم كان يفيد المنتخب. سامي كمدرب راضي على المشوار نتاعه مع المنتخب؟ مشوار متوسط اقل من المتوسط احسن من المتوسط ممتاز؟ مازال ان شاء الله المشوار متواصل حسب رايي معناتها ثاني ترشح الكأس أمم أفريقيا إن شاء الله معناتها النتائج نتاع الكوب دافريك هذه معناتها تكون خير من اللي سبقت إن شاء الله المنتخب معناتها يولي من المنتخبات وقادر باش نوليو من المنتخبات اللي تنافس على الكوب دافريك اليوم عندنا قاعدة نتاع لاعبين ممتازة طعمنا المنتخب في كل فترة ولا كل فرصة أتاحت لنا بلاعبين اللي عندهم مستقبل طيب مع بعض اللاعبين اللي عندهم الخبرة حسب رأيي معناتها المجموعة اللي على ذمتنا توا مجموعة نجم تمشي البيت إن شاء الله. مباراة صعبة لعبنا بالنار مباراة للنسيان تقريبا كلمات في أكثر من مناسبة كان أكد عليهم سيد سامي طرابلسي من خلال هذا التصريح. سامي خاصة أنك في البلاتو بعد مباراة الذهاب كنت حاضر رفقة مدرب الوطني سامي طرابلسي وقلت أنه المدرب من القلائل اللي دربوا تونس ويجاز في القدام وما يعاولوش على خطة دفاعية بحتة 100%. صحيح قلت أنا الشيء هذا لكن ثم ثم نوع من التراجع للفريق مش للمدرب كي تشوف معناتها الشيما انيسيال نرجع للشيما انيسيال نتاع البارح فيه الحرباوي وفيه جمعه وفيه صابر خليفه معناتها اللاعبين الهجوميين موجودين لكن ما عادش قادر يطبق الاراء نتاعو في الملعب كما كان يطبقهم قبل. شفنا احنا شان صار نفس جديد في الفريق هذايا على مستوى اللعب على مستوى الخطة التكتيكية اللي نساتنا في 30 سنة كنا نلعبوا نحن 3 بيفو ديفنسيف و 1 سول اتاكون وكل اليوم يلزم واحد يعاود يحتاط على مستوى الاختيارات نتاعو بالنسبة للاعبين
المجموعة موجودة، المجموعة أغنى من المجموعة متاع قبل، لكن يلزم حاجات يعودوا يتشافوا في الفريق، في الفريق الوطني هذا. معناتها اللاعب ما عاد يلزم يلعب على اسمه، أنا يظهر لي ثم لاعبين لعبوا على أسمائهم. نتكلم على الدراجي، أنا نجم نتكلم مثالش زيادة المساني، ما نجمش يقول هذا نجم نقوله لا 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 نشوفوا السائحي. كنت أنا كنت تكلمت على الدراجي، نعرف السائحي لا معناتها ممكن أنت العلاقة متاعك مع اللاعبين لا لا ما دخلوش هذا في سامي بالطبيعة، هو عنده رأي، أنت عندك رأي كل نعم. معناتها من منطلق المهنة متاعي نجم نتكلم نقول اللاعب هذاك نقد، يعني نقد صحفي هذا اللي قصدته أنت. السائحي ما زلنا نترقبوا فيه، السائحي اللي كان كنا نتصوروا أنه مش يمثل حل ما زلنا نترقبوا فيه. اليوم نقطة استفهام بالنسبة للذوادي، الذوادي ساعة شنية الظروف متاعه النفسية؟ كان الراجل كان ستار في الكلوب أفريكان، وكان ستار في تونس، يلقى روحه في جبل فيه طرف ثلج، معناتها يلقى فيه يلقى روحه رامبلاسون. هل أنه اليوم الذوادي مش يقعد يلعب على اليمين؟ أنا نتصور الذوادي مش ميسي ومش رونالدو، معناتها نتصور أنا على اليسار يصلح أكثر للفريق الوطني. ثم بعض الاختيارات، ثم كل مرة هبط لاعب كما شادي الهمامي، إلا كونفانكو إلا دوني لو بلوس، دونك ثم مسألة سامي تحكيت برشا على المرمى على الغياب واللاعبين في الفرق نتاعهم ما همش يشاركوا، موجودين على بنك البدلاء يا أخي، ما فما حصص تدريبية قاعد يقوم بها وطرابلس يقوم بها المدرب، يعرف من خلاله أنه اللاعب قادر على تقديم مجهود كبير ولا لا. لاعب الكرة عندك نعم. عندك زياد، عندك شهاب، يعني المعلومات عند الليتار الفني، عندهم معلومات أنه اللاعب ماهوش قاعد يلعب رسمي مع الفريق نتاعه، ولكن هو قدامه في التدريبات يعرفوا انه عنده ينجم يقدم مردود كبير. سامحني وقت اللي ما يلعبش في جمعيته ما ينجمش مونك دو كومبيتيسيون، ما ينجمش يتهبط ملاعبي وهو مونك دو كومبيتيسيون باش يعطيك في التيران. معناها التمارين ما تعني حتى شيء قدام الكومبيتيسيون. نحن نعرف بصفه عامه اللي لاعب ما يلعبش في الفريق نتاعو في الفرق الوطنيه الكل، اللي ما يلعبش سي دي برينسيب هذوما معروفين، ما يلعبش في الفريق الوطني ما يتمش استدعاء، هذه رجل واضحه. معناتها اللهم تصير ديزيكسيبسيون ساعات، تصير ديزيكسيبسيون ساعات، ولكن في الراجل زياد كانوا العديد من اللاعبين ما يلعبوش في الفرق نتاعهم في تونس وكانوا يلعبوا تيتولير في السيليكسيون. نحن نحكيو انا نحكي بصفه عامه شنو لازم يكون في كره قدم. الحاجه الاهم بالنسبه لنا نحن، اول حاجه الفريق الوطني هذا يلفو ديفينير دي برينسيب دو جو واضحين. نرجع للدراجي، دراجي حتى واحد ما يشكك في الامكانيات نتاعو، ولكن المردود نتاعو البارح كان مردود متوسط، مش ما نقولوش حاجه اخرى. كما قلت لك يلفو ديفينير دي برينسيب، يلفو ديفينير ولكن خلاف المباراه الذهاب اللي كان عدا مباراه كبيره برشا، وبشهادتك انت ايضا بحضورك لهنا سامي، واللي كانت سبب في تسجيل خاصه الهدف الثاني. يعني سامي وتعرف انه سامي دراجي كان دوره كبير برشا في مباراه الذهاب ضد السيرالي. احنا فتحنا أنجل قوس بتاع البرنسيب دي جو اللي حكى عليهم قبيلة زياد. خلينا نمشي أعمق من هكا، علاش ما نزيدوش على البروجي دي جو بتاع تونس اللي هو عنده سنوات الله، نلعبوا على الترانزيسيون رابيد، نلعبوا على المرتدة، نلعبوا على الكرات في العمق. نعم لهنا فما بعض الأحيان جينا حالات بتاع فرق وفيها الدفاع مكثف، يا أما نعتمدوا على الكرات الثابتة وإلا على الإضافة الفردية بتاع اللاعب. علاش ما نزيدوش على مستوى المنتخبات متاعنا في البروجي دو جو متاع السيليكسيون متاعنا؟ هل بوسيسيون دي بالون، هل امتلاك الكرة، هذا اللعب بين الخطوط اللي قبيلة وراها زياد وقت الزوادي طلب بين الخط متاع وسط الميدان والخط متاع 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 الدفاع. لهنا تمرير الخط المولي لهنا هذه الإدارة الفنية المهتمة بالمنتخبات لابد انه نعمل انه مع البروجي دو جو اللي قاعد موجود واللي قاعدين ناجحين به نوعا ما، نزيدوا عليه اليمون امبورطون برشا في كره القدم العصريه هي امتلاك الكره. نحن على مستوى امتلاكنا للكره مازلنا متوسطين ولا اقل من متوسطين. سامحني شهاب، هذه مش بصفه عامه هذه الغلطه بتاع المدربين التوانسه على مستوى لاعبين. على ذلك تكلمت على المستوى العالي وقت يقول لك تكلمت على المنتخبات، تكلمش على مستوى الانديه فقط. صحيح وقت يقول لك بيفو احنا لي بيفو نتاعنا في غالب الاحيان سي توجور دي بيفو ديفنسيف
ريكوبيراسيون وفي غالب الاحيان يسون توجور على مستوى ليني ميديان ما تلقاش قليل ياسر تلقى ان بيفو نتكلم على كره قدم مستوى عالي علاش قلنا نحن لابد انه منتخب في مستوى تونس يزيد اليمون اخر في لعبه هو امتلاك الكره هذا تو كذا سنه واحنا ما نبداو هذا هو البرينسيب دو جو نحن تو الفريق الوطني نتاعنا اليوم وقت اللي بدا انا ما نشكش اللي عندهم فولونتي كبيره باش ينتصروا بالمقابله ولكن الفريق الوطني تحسوا ان با مي سون امبريز على اللاعب تحسوا انه سي لوي كي دو امبريمي لو جو خلى اتاك اتاك ولا انت ساعه كيما قال شيب نجم ندور الكره في عقلنا ما حتى لين نلقاو ثغره شوفوا انتم برشلونه قداش تدور من كره ساعات 40 50 حتى تلقى الديكالاج ما يقلقوش مي هذوما سي دي برانسيب كي دوافت اتر ديفيني اللاعبين اللي موجودين اللي عندهم جيل المدرب ولا الاطار يقول احنا لازمنا نلعبوا هكا هاو لي برانسيب لي جرون برانسيب تاعنا حبيت نقول لك حاجه احلى الكره نتاعنا وقت تشوف ثبت بالكدا تشوفها وخرت الكره على المستوى هذايا قبل تشوف 30 و40 سنه قبل اللاعبين هذوما اللي نحكيوا عليهم كانوا موجودين جلاسي كان موجود وغميض كان موجود ولعبيدي كان موجود اللاعبين هذوما كي ايتي دي دومي مش ريكوبيراتور يخلقوا اللعب ويسجلوا الاهداف احنا وخرنا ولينا نتكلموا داير وقت تقعد في البلاتو خاصه الفنيين صحيح انه حاجه مهمه في الكره ريكوبيراسيون بايزيت هاك تو ريكوبيري لو بالون بعد شنو مش تعمل به قبل عبد المجيد جلاسي غميض لعبيدي معناتها مش كل الفرق كان عندهم اللاعبين هذوما اليوم نفتقروا اليوم للاعب اللي نسميوه ذاك النمرو 8 اللي كان حتى النمرو 6 قبل ما كانش يلعب هكاك ما كانش يقعد معناتها انت خلي تعليق الخالد قبل ما نمروا للخالد سبيشاليتي نتاع اي الكره تبدلت مش كره نتاع قبل البيفو يا اخو كره ناس توقف عنده دقيقتين نجم يخزر في عقله توا البيفو ولا اي واحد يلعب حتى ديفونسور ساعات سو بريسيون تلعب كونتر ايكيب اللي عندها دي زاتاكون رابيد ما يخليكش تلعب لازمك هذا اللي حصل البارح يعني خالد لا البارح في الميليو تيرا حصل هذا فهمني وقت اللي فريق يحط لك 10 جوارات ورا اللين شكون جوارات اللي نجم يخرجوا الكره هما لي دو زاكسيو بويسك اللي عندهم ادفيرسير واحد لي لاتيرو قدامهم كل واحد قدامه بريسك ديفونسور سي تاني لي الوسط فيه ثلاثه بيفوات يعني برسك ماركاج وماوم اللي هذا كي باش تاخذ كره باش تاخذها بظهرك لهنا وقتها تستحق ممكن الجوارات اللي باش يجي يخرج لك يلعب لك كونديفياسيون يلعب لك يعمل على التكنيك يلعب ب 10 هو مش 11 المحله نقص هذا نتاع اللي فهموا فما الاشخاص فهموا انه الخاصيه نتاع اللاعبين هذه لازم تمشي وتتحسن من الناحيه الفنيه فما مثل كبير برشا نحب نحكي عليه هو المثل نتاع بيرلو كان يلعب رقم 10 كان يلعب ريجيسور وقت كان يلعب في ايطاليا في الفريق الوطني اقل من 20 سنه ولانت يلعب فهموا القيمه نتاع اللاعب لان الكره لازمها تخرج صحيحه من وسط الميدان ورجعوه لتالي ولا هو يلعب قدام ليديفونسور يلعب قدام ليديفونسور وشفتوا اليوم الكارير اللي عملها بيرلو دونك نحن هذه سيتون 30 سنه هذه سيتون فيلوسوفي دو جو لازمنا نحن نعملوا معناتها فيلوسوفي نتاع الفرق نتاعنا نتاع المدربين الديريكتور تكنيك صح الا كان نحبوا نعطيو قيمه مضافه فنيه لازمنا اللاعبين وسط ميدان نعطيو قيمه للفنيات وهذا البروفيل دو جو بتاع الجوار مودرن العصري هو الجوار تكنيك فوالا سي امبورطون علاش كي بيحكي خالد معاش مساحه معاش وقت وقت تضييق المساحه وتضييق الوقت قراءه المنافس ايضا شنو كيفاش باش تتصرف معاه زاد سي شهاب كيفاش قراءه المنافس مش سيراليون ماهيش الكوت ديفوار ماهيش غانا ماهيش اسكو حتى الاساليب هذه باش نجم تنجح بكل سهوله مع المنتخبات هذه نجم يكون مقابله ضد الكوت ديفوار ولا يعني البلدان الكبار في الكوره اسهل من مقابله ضد سيراليون على خاطر كوت ديفوار يعملوا على التكنيك نتاع الجوارات نتاعهم دونك يخليك لسباس باش تلعب وميم طون يعمل على التكنيك نتاعو الفرق هذوما يمكن اللي اقل منهم يعمل على البلوك على التنظيم الدفاعي اكثر نعم. من كل شيء واللي كنت يخليك اللي كنت باش تلقى الحلول وقتها تظهر توش تكنيك نتاعو تكنيك ما سان فو با دير نتوما اقوى من سيرا ليوني تكنيك ما سيرا ليوني معناتها شفناها لا بعد حتى بدنيا سامحني بربي شنو تعني بها تكنيك ما
لا تكنيك جو بارل دو تكنيك انديفيديوال معناتها انسان وقت ياخذ الكره يعرف يتصرف في الكره صحيح وقت تصرف الكره عندك صحابك يلعبوا معاك عندك لا تكتيك عندك استراتيجيه عندك المنافس لكن معناتها التعامل مع الكره لا تكنيك سي توجور التعامل مع الكره انت تحكي تكنيك انديفيديوال نتاع التوج دو بال والواحد فما تكنيك اخرى نتاع الباس تكنيك دو باس تكنيك نتاع ديماركاج مو سي سا سي ولو انه السيرا ليون بالنسبه لي الفرصه الاخيره باش يحقق تالو نهائيات كاس امم افريقيا يعني كان يكفي تسجيل هدف كان منو يكون بهجمة معاكسة ويتأهلوا لكن نمشيوا للنقطة اللي أثارت الجدل في الأيام الأخيرة قبل مباراة تونس سيراليون اللي هي يوسف المساكني يندرى القرار اللي اتخذته الجامعة أو بالاتفاق بين الإطار الفني والجامعة التونسية لكرة القدم في إقصاء يوسف المساكني مشاركته في اللعب ضد سيراليون هل محاقة الجامعة في ذلك ولا لا على كل خلينا نسمع رأي طرف جامعي في هذه النقطة بالذات أيضا نسمع رأي يوسف المساكني والمسؤول للشركة اللي قالوا أنه متعاقد مع يوسف المساكني نرجع أكثر تفاصيل في التقرير الموالي وبعد نرجع أهم جد من أحداث رياضية خلال الأسبوع الفارط إبعاد لعب المنتخب يوسف المساكني عن حظيرة منتخبنا الوطني أيام قليلة قبل لقاء سيراليون والسبب الخلاف اللي جد بين اللاعب ومسؤولي الجامعة حول طلبات المستشار الجديد للجامعة يوسف المساكني عنده عقد مع شركة متاعنا العقد هذا من 1 أبريل 2012 مصح معي دونك نورمالمون المسؤولين تاع الجامعة ما في بالهمش بالعقد هذا تسرعوا في القرار متاعهم طردوا يوسف من المنتخب الوطني يوسف قانونيا عنده الحق 100% جات جيلات لحديث التعليل والنصف الليل قالوا له لازمك تهبط بتصور تو دونك طلب شركة يوسف كان محترف يعرف عنده عقد شركة قالت له مع المجموعة تصور أما كشخص وحدك ما عندكش الحق القانون ما تعيمنا عليك هذاك علاش يوسف مساكني يرفض كل جوار يبدأ عنده عقد وعنده دوا ديماج وعنده ديزاجون معه معناتها ذي أسراره هو ومش لازم بشي يحكي للجامعة لا يقول قديش المبلغ لا حتى شيء معناتها ذي أمور شخصية نتاع يوسف مساكني معناتها احنا اكتفينا مع النقلاش قلنا راه ثم خطا اداري قام به تم ابعاده اداريا الى حين النظر ولذا ما في اطار احترام معناتها نواميس المنتخب والنظام اللي سير عليه كيف كيف اطار في اطار احترام اللاعب اللي هو ما هو الا ولد المنتخب وما هو الا ولد تونس واكيد اللي مصلحته هو زادت همنا كمنتخب صحيح مضبين احنا كجامعه من النافع صاعدا معناها ما نزيدوش نكثروا من الديكلاراسيون باش لا نشوشوا على يوسف ولا نشوش على الترجي الرياضي التونسي ولكن الشيء اللي ناكده لك انه يبقى ولدكم ولدنا وديما اي ملاعبي يعرف انه احنا نقوله في تونس بالروح بالدمنا في ديك يا تونس هذا راهو احساس مش مشاعر وين تم ايكار دو كوندويت نتخذوا اجراء اصلاحي مش حتى ردعي باش نحافظوا على الانضباط المجموعه هذا هو الحكايه ساعه خذت اكثر من حجمها والحاجه طوى اللي صار أنا نقعد ولد المنتخب وولد تونس حكاية ونحطها ورانا وإن شاء الله الجاي خير وكاو يوسف المساكني ديما يقعد لاعب ممتاز ديما يقعد من اللاعبين اللي عملوا عليهم في المنتخب صار الأكسيدون ضخموش الأمور خليوه هو طوى يركز على المقابلة متاعه وإن شاء الله معايته في المستقبل يوسف ما ينجم يكون كان موجود في المنتخب مستعد باش ندافع على لون المنتخب في اي وقت وكل ما يعيطوا لي وان شاء الله تونس في الافريق دي سود نوري وجه طيب ان شاء الله بعدين بالمرأة تقريبا فما اجماع من خلال تصريحات اللي كنا سمعناهم لا لتهويل المسألة هذا تقريبا اللي فهمناه من خلال كل التصريحات يعني حاليا خاصة وأنه يوسف المساكني يشارك في مباراة مهمة بالنسبة لمن يمثل كرة قدم تونسية في القارة الأفريقية في الشامبيونز ليج الأفريقي مباراته ضد تي بي مازنبي وديع الجري قال هذا إجراء إصلاحي وليس بإجراء ردعي ضد اللاعب يوسف المساكني شو نقول معناها شيء اسف وقت اللي نسمع معناها تعليق هكايا من رئيس تاع جامعه اون بو با فير دو برو افيك دي زاماتور سامحني المسيرين نتاع الرياضه التونسيه وكره قدم التونسيه هما بيدهم لازمهم يرتقيوا تو انت عندك برنامج وجيت تحب تشد جامعه ابسط الحاجات لازم تكون مطلع على القوانين تعرفش انت اللي حد مسل على الدروا ديماج وعلى القوانين اللي تعرفش الكونترا اللي يربط الجامعه بالجمعيه هذه شي يقول
تعرفش في فرنسا كيفاش يتعاملوا في الدول الأوروبية كيفاش يقول شو يتكلم عن القانون معناه الضحية اللي هو يوسف مساكني ولا معناه هو الظالم والجامعة اللي غالطة حسب رأينا على طول فما أندروا ديماج نعرفوا قانون ولا ما نعرفوش معناه أنا عملت انكيت على كل كصحافي عملت انكيت متاعي قبل ما نجي نتكلم ربما المسؤول شهاب فجأني زاد كذلك معناه شهاب كيفاش يتكلم بالطريقة هذه على يوسف فما أندروا ديماج فما عندك عقد مع الشركة هذه اللي هي يقول 6 جور او بلوس في فرنسا زادوها ولا 8 جور او بلوس وقت اللي تعمل المنتخب ولا الجامعة تبيع تصويرة متاع المنتخب تبيع 8 الفوق علاش باش يحافظوا على تصويرة اللاعب باش يوسف وغيره ينجموا يبيعوا تصورها انت كجامعة اليوم تجي تفرض على يوسف تقول له تصور معناها ما وحدك عندك انت في العقد 6 جور او بلوس تصويرة انديفيدويل ملك اللاعب مش ملك الجامعة انت عندك تصويرة المنتخب تبيعها ما تبيعش تصويرة يوسف المساكني انا نعطيك مثال ديل بيرو باع تصويرته اليوفي ب 40 مليار باش جمعيته تنجم تدخل طرف فلوس فيها شنو تجي تردوها وطنيه وطنيه ودير شنو واحد كلام هذا ما معناه ما من من ما نجمش نسمعه من مسؤول تحكي مسؤول لازمك تعرف قانون تعرف قانون يعني تعرفش اللي عندنا سوابق في الامور هذه الساعه تعرفش اللي حاتم طرابلسي عام 2004 خرجوا له تصويرته في شركه مشاش كياخذ 10000 دينار تعرفش اللي 96 يمكن زيد حاضر مهدي بن سليمان مشاش كي واخذ ما تنجم تجي تفرض على لاعب تقول له ايجا تصور وتخرجوا مصيعه نتاع مهما كانت الصوره يعني مهما كانت الصوره ما خاطر عندنا صور نحن زاد نجموا نجي بيرسونيل لو دروا ديماج بيرسونيل تشوف اليوم مشاكل كبيره واقعه في اوروبا على لو دروا ديماج انا نتاسف خاطر في الوضع هذا ونحن الناس كل طاوله في الوضع هذا نلوجوا في الوضع في التوافق كنت نتصور انه معناتها مشكله كيما هذه كانت تتسكر يعني بصفه دبلوماتيك والله العظيم ولد صغير ولد ممتاز ولد يلعب في فريق كبير على ابواب كاس افريقيا معنا كنا نتوقوه الموضوع هذا وما نتردوش لاعب في ظروف ولات دراميه فهمت سامحني اسكندر الحادثة راهو يحاولوا يبسطوا فيها وهو الانسان اللي يحاول اكثر يبسط هو الانسان معناتها اللي فيكتيم في الحكايه هذه اللي هو يوسف المساكني يقول خطا اداري ساعة وقت يقول لبش تقول خطا اداري لكن العقوبه كانت رياضيه بعد الخطا الثاني الكبير أنكم تحشروا المدرب الوطني في الحكاية هذه إذا كان خطأ إداري عقوبة إدارية الواه تدخل أنت سامي ترابلسي في الحكاية هذه وتقول له امشي قل له أخرج مستاش هذه الحاجة الثانية الحاجة الثالثة اللي أخطر من هذا رئيس جامعة غير مسؤول يقول لك احنا ما حبيناش نشوشوا انتم هاكم شوشتوا على الترجي وشوشتوا على اللاعب وشوشتوا على الفريق الوطني وقت تجيك واكبر معناتها سمحني نقول الكلمه هذه اكبر كف خذيته الجامعه خذيته من عند اللاعبين قالوا نحن مش نهديه الترشح متاعنا ليوسف المساكني معناتها الانسان هذايا بعيد والجامعه هذه بعيده على الواقع كل المشكله ما كانتش كل مشكله سيدي بينك بعضكم بعيده على اللي صار مؤخرا في يوسف المساكني تعطيه 100 مليون يا سيدي تعطيه 100 مليون اختيه بعد هذيك بعد تفضها انت وهو دروا ديماج وهو عنده عقد مع 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 مستشار اخر وانت عندك عقد هذيك الامر هذاك تفضوا ما بينك بعضكم انت كيفاش في الظرف هذايا قبل المباراه ترد اللاعب وتقول له امشي روح على روحك وجاية المباراة هذية وبعد جاية المباراة متاع مازمبي وبعد معناتها الكابيتال متاعك اللي هو الفريق واللاعبين اللاعبين كانوا واضحين قالوا ليه اللاعبين وقالوا نهديه ونحن الانتصار متاعنا وباش نهديه الانتصار متاعنا والترشح متاعنا يوسف المساكني سمعني سامي انا عندي العتاب زاد على تي تقول سامي نخرجوا قالوا له دخلوه لا سمحني انا عندي عتاب وقال له امشي قل له اخرج عندي سمحني عتاب على المدرب كيفاش الملاعب بيس متريس متاعك وواحد من المجموعه متاعك اللي انت من المفروض تحافظ على المجموعه يقولوا لك تردوا شلون تردوا ما تردوش روجي لومير اللي انت ما تحبوش ما كانش يعمل هكا كان يقولوا لهم وقت اللي تجي الحكايه هذه نتاع دروا ديماج وحكايه التصاور اللي صارت في عاد روجي لومير يقول لهم بالله كي باش تصوروا مع البوعزيزي والجعايدي وزيد وعمر ثلاثه لاعبيه هذوما تصوروا اعطيهم فلوس نيغوسيو مع الملاعبي يا اخي مهما كان انا نسمع هذا شيء معناتها يخلينا نتسائلوا العديد من التساؤلات معناتها هذا معناتها نقص في عارفين القانون من الناحيتين
ولهنا بالمناسبة نقول نحن قبل الخطر كنا اللاعبين ما نحبوش نعطيهم قيمة، لا نعطيهم قيمة ولا نعملوا لهم نقابة ولا نحطوا لهم أفوكاتية. أنا كنت نعرف وقت كنت نلعب لاعبين توقع على العقود ما يعرفوش شنو في وسطه، كانت قتله كانت تحط له قطعة رقبته تصح لي. يد اللاعب لازم مخه مفتوح، خاطر اللاعب مخه مفتوح تنتفع به انت في التيران، تنتفع به في التيران يا بلا لاعب مخه مفتوح. اعملوا نقابه نتاع لاعبين، خلي اللاعبين يعرفوا شنو هي واجباتهم وشنو هي. وحاجه اخرى حبيت نقطه اخرى نقول عليها، وشكون خسر هو في نهايه الامر؟ فما موضوع ما جبدناش عليه، لاعب كما يوسف المدرب اسبوع كامل دربه على اساس باش يلعب، فهو تدريب تدريب ضرر رياضي، فاللاعب ما لعبش في اخر الاسبوع، لاعب ما لعبش في اخر الاسبوع. دونك انت مدرب وتعرف انت حضرته باش يخوض مقابله ب 90 دقيقه، دونك دربته باش يطلع نهار لحد يكون اون فورم، ما لعبش لا نهار سبت لا نهار لحد. دونك فما نقص على المستوى الرياضي واللاعب عنده اسبوع قادم عنده مقابله. على كل اللي فهمته انا القانون معناها تبدل في لاريب عثمان، الناس ما كانتش معناها 95 و96 كانت يوفا كونترا تطلب جمعيته عليه فلوس، صارت الحادثه هذيك اللي عثمان ما رضاش وقدم قضية في أوروبا وتفرضت معناها على جمعيته باش السيد ما ينتقل معناها ليبر، ولات اللاعبين تلتقي ليبر. ربما تكون الحادثة هذه معناها هي الأولانية باش نعرفوا علاش قادمين، وتولي الملاعبية تعرف اللي عندها دروا ديماج يعرفوا باش خاطر اللي دروا ديماج يتجم تعاون الفرق فيها مداخيل كبيرة، خاطر تو تشوفوا المستشارين لازم اللاعبين يعرفوا اللي عندهم حق والفرق زادة تجم تستثمر. اللي نعرفوه أيضا زياد حسب المعلومات البارح سواء كان مكالمات هاتفية من أطراف من الجامعة ولا غيرهم يقولوا أنه ما عندهمش حتى علم وأنه اللاعب يوسف المساكني كان عنده كونترا عقد يربطه بشركة أخرى بخطا. لازم يكون عنده عقد، هما غلطين خاصة يقولون المداخيل متاع الشركة اللي مستشهرة مع المتفقة مع الجامعة التونسية لكرة القدم في نهاية المطاف يقولوا لي بريم هم موجهين للاعبين. هذا فيما قالوه الجامعة. سمعني اسكندر، فما اندروا دو ريستورن في اللي كونترا، في اللي كونترا عندك اندروا دو ريستورن للملاعبية، مش مزيه باش تعطيهم الفلوس. هو انت قاعد تبيع فلوس. لا هو يحكي يعني من جمله المداخيل باعتبار المداخيل ماهيش كبيره الجامعه التونسيه كره القدم، ولكن المستشار هو حل من جمله المداخيل من جملتها لي بريم اللي قدموا اللاعبين. باهي نمشيو للمطار اليوم، كنا تحولنا للمطار زياد قبل سفره العناصر منتخبنا الوطني التونسي الى دبي لمواجهه يوم الثلاثاء في مباراه وديه نظير المنتخب المصري، حموده بن سليم، ياسين البحري وفاتن شماف. اليوم وعلى الساعة الثالثة بعد الزوال تحول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء مقابلة ودية ضد المنتخب المصري في إطار تحذيراته لنهائيات كأس أفريقيا للأمم 2013 اللي باش تدور بجنوب أفريقيا. مقابلة مصر هذه باش تكون خطوة بالتحذيرات كوب أفريقيا ذولي ما عادش برشا، إن شاء الله السنة نعمل كوب أفريقيا باهي خير من كوب أفريقيا اللي تعديها باهي. شوف معناها كما نقولوا معناها ليزيكيب تاع العالم الكل يلعبوا، علاش احنا ما نلعبوش؟ دونك في وقتها تعرفوا زاد ترشحنا تو كوب أفريقيا ديما بزيد ماتش، فما تعرف برشا ملاعبيه جدد زاد باش نستانسوا بعضنا باش نتأقلموا بعضنا. دونك ديما بينيفيك لي ماتشات ماتش انترناسيونال ديما يقعد راه ماتش انترناسيونال. مصر كيب كبيرة وعندهم لاعبين ممتازين نعرفهم، ورغم أن الجروب نقص برشا بالنسبة لنا احنا، لكن سالي يعني بيلي حاضر معناه إن شاء الله يززي وإن شاء الله نكونوا موافقين ونعمل مقابلة باهية وخليه كالعادة معناها سمعتنا باهية في البلدان العربية إن شاء الله. شو كونتان داتر ici une très bonne ambiance des grands joueurs et ça me fait plaisir. Malgré que vous n'avez pas participé hein. Non, il n'y a pas de problème, je suis professionnel et on doit accepter ça. Ça fait partie du football, il n'y a rien. Contre l'Égypte, ben ouais, c'est un match amical, mais voilà quoi, nous on joue pour gagner et on va faire tout pour gagner. أكيد راك رجعت السيناريو تاع المقابلة لأنك تعطيني شنو اللي مشى وشنو ما مشاش في ليكيب ناسيونال، مالغري اللي ترشحنا ونقول لك مبروك بالمناسبة. بون نبداو بالممشيش. أكيد وأنه معناتها كنا نعرف وأن المباراة باش تكون صعيبة. وقمنا بعمل اعتقد بانه كبير برشا على المستوى الذهني مع الملاعبيه في خلال التربص كل، لو ان كنا نعرفوا النتيجه نتاع مباراه الذهاب كانت نجمت تكون لنا معناتها تخلق لنا مشكله وريزولتا بيج. نعرفوا انه في السنوات الاخيره الفرق اللي ما عندهاش تاريخ حافل على مستوى
الكوس افريقيا ولا في نهاية كاس العالم ما عندهمش مشاركات كبيرة، قاعدين يمثلوا معناتها عائق كبير قدام الفرق الكبرى. حبينا نلعبوا الضغط العالي، المباراة ما بديناهاش كما يلزم، ومن بعد ما خرج المنتخب السيراليوني ولا يلعب ناقص لاعب صار أكثر تكتل على المستوى الدفاعي بالنسبة للمنتخب السيراليوني، معناتها تقريبا نرجع سكر جميع المنافذ، ما لقيناش مساحات وين نجموا نتحركوا كما يلزم. وربما زاد خروج عصام جمعة منذ بداية المباراة خلى شوية معتها بالنسبة لنا احنا اضطراب شوية على مستوى الهجومي. الملاعبية أعطاوا كل ما عندهم، لعبوا بروح عالية، المؤكد هو كونه الليسانسيال هو كونه ترشحنا، وهذا معتها شيء مهم جدا. حبينا ممكن نفرح الجمهور التونسي بانتصار وترشح، ما جاش الانتصار جاء التعادل، جاء ليسانسيال. هذه مباراة معتها تعلمنا منها برشا حاجات وتعلمنا برشا حاجات، ان شاء الله معتها توي كنجهز رواحنا للنهائيات كاس افريقيا حتى نمشي بطموحات اكبر. يوسف المساكني خلى بلاسته، يوسف المساكني معتها قيمة ثابتة في كرة القدم التونسية، حتى حد ما ينكر يوسف المساكني معتها ينجم يكون حاضر في الاوقات الحاسمة، لكن خليني يكون معتها معك واقعي، لأنه المنتخب التونسي مجموعة ما يقفش على يوسف المساكني، ما يقف على حتى لاعب، وما يلزموش يقف، وما يلزموش يقف على حتى لاعب. الديفونس عمل غلطات كانت نجم تكون قاتلة، ما تعرف وقت اللي تبدا ماشي أكثر للهجوم وأمبورتي أكثر باللعب أوفونسيف وترمي روحك أكثر، أكيد المنافس بالكرات الطويلة شوية قلقنا. توي كان خمو أكثر في الكان من ترشحنا تعادات المباراة هذية، خموا في الكان اللي يلزمنا معناتها نكونوا معناتها فيه موجودين غاديكا من اجل احنا متعودين نتواجدوا في النهائيات، احنا 11 مره ما غبنا حتى مره. ما نخبيش عليك الكان الاخيره كانت عندنا فيها طموحات كبيره، تعرف في بالكره قدم اخطاء، ربما اخطانا تكلفت لنا غالي شويه، ان شاء الله في نكونوا اكثر كونسنترين، نكونوا حاضرين اكثر في الكان الجايه، وان شاء الله نكونوا معناتها حاضرين بطريقة حاسبة، ما نكونوش معتها من أجل الحضور الأكثر والأقل. المقابلة الودية هذه ضد المنتخب المصري في غياب ملاعبية الترجي، في غياب صابر خليفة، في غياب برشا عناصر. إيه صحيح، هو معتها احنا كنا نعرفوا مسبقا اللي الملاعبية نتاع الترجي مش تكونوا حاضرين، ملاعبية نتاع نادي بنزرتي، ولو عندنا أنه عندنا لاعب بركة فريق بنوصة باش يكون معنا، لكن ماك تعرف باش نحضروا نهاية كأس أفريقيا لي جورني فيفا ماهمش برشا، فما هذيا وفما في نوفمبر باش نلعبوا ضد المنتخب السويسري، حاولنا باش نستغلوا الجورني في فاضيه باش نلعبوا فيها مباراه. لقينا معناتها العرض نتاع المنتخب المصري، قلنا لملاه معنا 27 لاعب، فما ملاعبيه من حقهم باش ياخذوا الفرصه، فما ملاعبيه احنا نحبوا نشوفوهم في مباراه معناتها ضد المنتخب المصري. مباراه سورتو ان مصر ماهيش اي فريق بطبيعه الحال، ضد ان ادفيرسير كاليبر معناتها كبير، اكيد عندنا عديد اللاعبين اللي ما لعبوش كما وسام بن يحيى، كما عبد القادر وسليتي، كيف مسويسي، شمس الدين ذوادي، رامي البدوي، فاروق بن مصطفى، برشا ملاعبيه ما لعبوش اللي باش يكونوا موجودين في المباراه هذيا، وهكاك زاد احنا تكون عندنا فكره اكثر على المجموعه نتاعنا اللي تعرف ما زاد قدامنا الا مباراه المغرب باش نحدوا فيها معناتها تقريب القائمه اللي باش تشارك كاس افريقيا. على كل كانت هذه التصريحات اليوم في مطار تونس قرطاج قبل رحلة المنتخب التونسي إلى دبي لمواجهة المنتخب المصري. قلت كان من المفروض أو من المبرمج أن السيد وديع الجري يكون موجود معنا رفقة السيد سامي الترابلسي، على الأقل واحد طرف من الجامعة حتى ينجم يواجه كل من سامي العكريمي وأيضا عدنان بن مراد، ولكن باعتبار وأنه سافر وتحول مع المنتخب إلى دبي. اتصلنا أيضا السيد شهاب بالخيرية اللي إن شاء الله المانع خير ما نجمش يجي البلاتو لحد الرياضي. سي شهاب قبل ما نختمه ونغلق قوس المنتخب الوطني، مباراة ودية ضد المنتخب المصري حسب رأيك كمدرب مدى أهميتها ما بعد مباراة سيراليون؟ تبقى ديما مقابلة في يوم فيفا، جورني فيفا، وهذا مهم برشا أنه في مقابلة احنا نلوج عليهم لدات هذوم اللي هم قليل باش نلعبوا فيهم مقابلة ودية، خاصة لما نلقاو منتخب بالقيمة متاع المنتخب المصري. اثنين تعرف اللي انت كما قال قبيله فريد الموعد الجاي نتاع الجورني فيفا مش يكون في نوفمبر، فرصه وتعرف في المنتخب وجرات العاده في المنتخب انه تكون القاعده موسعه
نعرفوا احنا ديما ال 18 وال 20 نعرفوهم, لكن قاعده تكون موسعه في غياب لاعبين نتاع الترجي, نتاع الترجي في غياب كذا لاعب زاد محترف, مع الانفتاح تاع نتاع سامي مع على اللاعبين جدد في اوروبا, فرصه هذه باش باش نشوفوهم في مقابله تعتبر في شكلها ودي لكنها مع منتخب مصري, تعرف الريفاليتي بينه وبين المساروه ديما موجوده, يعني باش تكون حماسيه كثير. وزيد على ذلك نرجع للسبونسور توا اللي فما لاجونس هذه اللي كي اورغانيزي الماتش, المباراه كانت نجم حتى المباراه تم الغائها, لكن احنا مش نتنقلوا على حساب المستشهر هذا اللي قام بمقابله, يعني ما فماش عائده معناتها المشكله في المداخيل. الجامعه التونسيه لكره القدم كانت غايبه في المقابل, الجامعه والاتحاد المصري لكره القدم كان اخذ فلوس من عند المستشهر, هذا هو لكن احنا مش نستنفعوا رياضيا, نتكلموا رياضيا مش نستنفعوا اكيد رياضيا من المقابله هذه, انا راه اني بينيفيك المقابله هذه. يعطيك صحه سي شهاب. خالد نختم معك قبل ما تغادرنا بطبيعه الحال, غياب لاعبي الترجي في مباراه الوديه ضد المنتخب المصري, لكن ما فيها باس وكان تحكينا عن ما قبل لقاء تي بي مازنبي الكونغولي نصف نهائي اياب. صحيح كما قلت انت باش نغيبوا على المقابله نتاع المنتخب على خاطر عندنا مقابله مهمه ياسر نتاع النصف النهائي اياب. ظهر لي عملنا نتيجه لازمش نقولوا ايجابيه ياسر وما هي سلبيه وميم طون مقارنه بالمباراه الاخرى ضد تي بي مازنبي. بالطبيعة. بعد 5-0 يعني 0-0 تعتبر نتيجة ممتازة وإيجابية للترجي. لكن ضد فريق كيما مازنبي لازمك تكون حاضر كيما يلزم وما تحسبش تخممش اللي أنت داخل المقابلة عندك سباقية ضد الفريق هذا, ضد الفريق هذا اللي عنده لاعبين بصراحة عندهم إمكانيات كبيرة فردية اللي نجموا يقلقونا. تماما ظهر لي الترجي في المقابلة متاع الذهاب ورا ماتوريتي كبيرة ورا صنعة, يعرف ورا اللي ترجي يعرف يلعب خارج الميدان نتاعو, اكيد ان شاء الله باش نلعبوا قدام جمهورنا وما نمشيش باش نيغوسيو ياسر دمي فينال روتور. تعرف الاهميه نتاع المقابله هذا بالنسبه للنادي وسورتو للجماهير نتاع الترجي اللي بالنسبه ليهم الفريق هذا كان في وقت من الاوقات حرمنا من التتويج, دونك سي لوكازيون جامي باش ان شاء الله رجعوا الثأر الرياضي ما بين قوسين, ان شاء الله هنكونوا في المستوى نتاع الطموحات نتاع الجماهير والنادي ككل. جمهور الترجي بالطبيعة وجمهور تونس ككل باعتباركم تمثلوا كرة القدم التونسية في هذه المسابقة الافريقية. خالد مولي لاعب المنتخب التونسي لاعب الترجي التونسي, يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات. نورتنا اليوم في بلاتو الأحد الرياضي. قبل ما نمشيو للعنصر الثاني في برنامج الأحد الرياضي بالنسبة اليوم رزنامة البطولة, بطولة الرابطة المحترفة الأولى وأيضا الرابطة المحترفة الثانية, خاصة نحن على أبواب من انطلاق موسم 2012-2013 ينطلق إن شاء الله نهار 4 نوفمبر. عماد زامول, توري المجبري وكمال بن أربعة نوفمبر المقبل موعد انطلاق البطولة الوطنية رقم 58 منذ الاستقلال ورقم 17 في البطولة المحترفة. شكل جديد في بطولة الموسم القادم هو الثاني بعد تجربة موسم 98-99, بطولة باش تتكون ب 16 فريق مقسمين على زوز مجموعات وكل واحدة تضم 8 أندية, في حين باش تكون بطولة الرابطة المحترفة الثانية ب 20 فريق موزعين على زوز مجموعات ب 10 أندية. ممثلي الأندية اجتمعوا منذ أيام وتم سحب رزنامة موسم 2012-2013. قمة في الجولة الأولى من المجموعة الأولى, النادي الإفريقي واجه النادي البنزرتي, وصاحب بطولة الموسم الفارط الترجي الرياضي يتحول للباجة. في افتتاح المجموعة الثانية أبرز اللقاءات, الاتحاد المنستيري يستضيف النادي الصفاقسي, وضيف الرابطة المحترفة الأولى الملعب الجابسي يبدأ البطولة بدربي الجنوب مع قوافل القفصة. الجولة السادسة دربي في المجموعة الأولى, النادي الإفريقي يستقبل الترجي الرياضي, وكلاسيكو المجموعة الثانية باش يجمع بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في الجولة الثامنة. بطولة استثنائية أكيد فيها إيجابيات وفيها سلبيات,
احنا مش نشوف ان شاء الله كان الايجابيات لانه عام استثنائي وان شاء الله العام اللي بعده ترجع البطوله كالعاده. فنيا ما تنجم تعاون شيء، تنجم كان ضر يعني فنيا حسب رايي الخاص. وبالنسبه للامور الماليه يعني تعاوننا دون مزير، وتعاون دون مزير، واحنا عندنا ديبلاسمون برك بعيد جرجيس يعني ونافيتي قفص ونافيتي جابس بي هذوما كل يعني بون تعودنا بحكايه فير غادي ريزوار يعني هذوما كل كيما نقولوا نكته في البحر. روزنامه يظهر لي معتدله بالنسبه لفريق مستقبل رياضي بالمرسى، نلعبوا اربع مقابلات خارج الميدان في المرحله الاولى وثلاثه مقابلات في المرسى. هو يعاون من ناحيه يعني التنقل، لكن الحاجه نشوف اليوم هو اقصى بطوله في العالم يكون 14 جوله لكن تتمادى لحد 30 ماي، وهذا مش معقول. 14 جوله كنا نجم البطوله نوفيها في افريل، لكن مع الاسف تعرف بطوله هذه باش تقعد 9 اشهر، 14 جوله اكيد شويه واكيد مشكلة كبيرة متاع ماديات متاع للفريق. رزنامة الرابطة المحترفة الثانية في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، بني خلاد يتحول لمنزل بورقيبة. في الشمال في الجولة الرابعة منزل بورقيبة يستضيف جندوبة الرياضية، في حين تنطلق المجموعة الثانية بلقاء أجوار بين مستقبل جابس وجليد التوزر، وبين ضيفي الرابطة المحترفة الثانية سكك الحديد الصفاقسي وسبورتينغ بن عروس. والكلاسيكو باش يكون في الجولة الثامنة بين اتحاد بن قردان وجمعية جربة. باش يعاوننا على المستوى الفني والمستوى المادي، معناها المستوى الفني معناها الكلوب كلهم معناها مستوى كبير برشا، وحتى البول الأخرى فيها مستوى زاد كبير برشا، معناها فما بن خلاد، فما قربة، فما قصرين، معناها فما مستوى يكون كبير برشا. ومنزل بورقيبة زاد أثناء إن شاء الله نلقاوها زاد في مستوى كبير برشا في الفنيات وفي الكل في كل شيء. كقراءة أولى رزدامة باهية مش خايبة، تساعدنا خاصة فريقي من جملة 9 مقابلات باش ياخذوا 6 في مرحلة الذهاب في ملعبنا، دونك إن شاء الله يوفقنا ربي ناخذوا منهم البلان ويخلينا نلعبوا مرتاحين. لكن هذا ما ينفيش للفرق الكل نحترموها، 18 مقابل 9 ذهاب 9 اياب، فنيا نشك انها باش تعاون، خطر قبل ب 14 فريق ولا 16 كانت تكون خير من تقسيم. ان شاء الله تكون نكون انا مخطئ، وخاصه السنة مع البطوله المصغره باش يعملوها بعد نهايه المرحله الاولى هي البلاي اوف تكذب توقعاتنا ونشوف المستوى يرتفع. هذه من ناحية، من ناحية ثانية على مستوى لازمنا نذكروها، إن شاء الله ما نشوفوش عون في أحداث عون في السنة، إن شاء الله نشوفوا بطولة نظيفة، إن شاء الله نشوفوا اللي يربح يتصفق له الفرق المنافسة. نعم بطبيعة الحال هذا فيما يتعلق بالرزنامة، ولكن نقطة مهمة بعد احتجاج ممكن فريق أولمبيك الكيف فيما يتعلق بالجلسة العامة، يعني بعد الجلسة العامة الاستثنائية اللي دارت في 30 جويلية وحسب محضر الجلسة القانوني يقول الفرق اللي بتكون موجودة في المجموعة الثانية هي الفرق المتكونة من صاحب مركز الثاني الرابع السادس الثامن العاشر ورقم 12 ورقم 14 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى جانب المصنف الأول من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، يعني صاحب المركز الأول من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي هو أولمبيك الكاف. حسب الجلسة العامة الاستثنائية وحسب المحضر اللي عندي هذايا وحسب القانون فهون أولمبيك الكاف لازم يكون موجود في المجموعة الثانية، وهذا علاش سبب احتجاج أولمبيك الكاف في ما يتعلق بوضعيته في المجموعة الأولى. سعداء باستقبال السيد مكرم شوشان مدير الهياكل الرياضية بوزارة الشباب والرياضة. سي مكرم مرحبا بك. مرحبا بكم، بارك الله فيك على الاستضافة، إن شاء الله الاستضافة تتحول من استضافة إلى تواجد دائم متواصل بالنسبة لوزارة الإشراف على البلاتو هذا. حبينا في الحقيقة حبيت نستغل الوجود هذا لأنك فاش نعلن كون وزارة الإشراف قاعدة تحط في الخطوط العريضة لطريقة جديدة للتعامل مع هيكلها الرياضية خاصة فيما يتعلق معناها بالجمعيات، الجامعات بطبيعة احنا قاعدين ندرسوا معها معناها في طريقة العمل وفي تعاملها مع المنتخبات الوطنية، أما فيما يتعلق معناها بالجمعيات الحق ما خرجناش مكة التقوقع نتاعك لوبايور دو فون، معناها مازلنا وزارة الإشراف مسؤوليتها الوحيدة تمثل في تمويل الجمعيات فقط،
وفي بعض الأحيان المراقبة وتكاد تكون والحرية المطلقة، خلينا نقول بصراحة الحرية المطلقة للجامعات واختياراتها. إن شاء الله الثقافة هذه إيش نحاولوا معناك فيش تتبدل مي. وإن شاء الله نستغلوا بلاتفورم، ولو أنه حبينا منذ البداية نهنيوك يعني على المنصب الجديد رفقة سرياض وسيمونجي يعني والمناصب العليا في وزارة الشباب الرياضة، باعتبار أنه الثقة وجهت لكم أنتم من طرف وزير الشباب الرياضة سيد القضية. البداية نتاعو كانت خويا هذا كل ما تخلي أنا خايف أول مرة في البلاتو قلت له باش يقول كلمتين يا أخي. جاوب على سؤال قبل ما تطرح السؤال، جاوب قبل ما تطرح السؤال. مرحبا بك على كل سي مكرم. واضح قلت المهمة ودوركم الآن بعد الثقة اللي تحط لكم من طرف وزير الشباب والرياضة، الهدف الأساسي حاليا فيما يتعلق بدور الجامعات اللي يبلغ عددها تقريبا 39 جامعة والتحضير لأربع سنين القدام للألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016. بالفعل احنا دوما تمسكنا مع خلينا المهام نتاعنا، بشرنا عملية التقييم، بدينا بعملية التقييم تو حاليا قاعدين فما رزنامة كاملة معناها قاعدين نطبقوا فيها على الجامعات الكل، بدينا بثقافة جديدة كما قلت لك معناها قاعدين ندرسوا معها مخطط رباعي، ما عادش هذه أول مرة، قبل كنا ندرس وكان معناها الميزانية متاع السنة القادمة، اليوم أصبحنا نحكيه على مخطط رباعي وعلى تحضير أولمبي، زاد كيف كيف معناها جعلنا من عنصر باريزامبل التكوين والرسكلة والتنمية اللي هو كان شبه مفقود معناها في دراسة ميزانية الجمعيات، هون يعطيناه الأولوية المطلقة، حتى على مستوى البحث معناها مع وزارة المالية في الميزانية كيف كيف طلبنا اعتمادات معناها خليني نقول فوكات ولا فواساك الميزانيه اللي كانت ترصد. مسيرش عطينا الخبر الجديد وبعد واصل سي مكرم فيما يتعلق بقرار وزير الشباب والرياضه والاموال المرصوده للفرق المنتميه في كره القدم، ما رات المحترفه الاولى والثانيه. الناس كل معنا الناس كل نعرفوا اللي في الظروف الصعيبه اللي تمر بها النوادي، اذن السيد الوزير معناها حتى معناها نظموا على الاقل انطلاقا خلينا نقولوا طبيعيه وعاديه النوادي نتاعنا، هو 100,000 دينار معناها بالنسبه للفرق المنتميه للرابطه الاولى و50 ألف دينار بالنسبة للفرق المنتمية الرابطة الثانية و10 ألف دينار للرابطة الثالثة، وبالنسبة للرابطة الرابعة إن شاء الله معناها بمجرد مش هذوما الأرقام اللي عندي. أنا عندي 400,000 دينار في الموسم على قسطين، 200 في اللالي و200 في الرتور بالنسبة للفرق الواحد، والليغ 200,000 دينار. مش هذوما الأرقام اللي عندي أنا ما نختلفوش سي سامي، هذه مجرد هذه خلينا نقول مجرد تصفقة حتى على الأقل نضمنوا على الأقل بداية طبيعية بالنسبة للفرق نتاعنا. بالنسبة نكمل حديثي بالنسبة للرابطة الرابعة إن شاء الله مجرد كونه طبعا هيقع الضبط القائمة النهائية اللي حوالي تكون في حدود 140 فريق تقريب، إيش يقع كيف كيف إسنادهم المنح اللازمة حتى قيمة مالية تكون الانطلاقة طيبة إن شاء الله. به خلينا نمشيو مباشرة، قسيت على كلامك بتاعه، ولكن الدور الجامعة التونسية لمختلف الاختصاصات سواء كان رياضات جماعية أو رياضات فردية، وشنية الهيكل الإشراف أو سلطة الإشراف دورها تجاه الجامعات هذوما؟ والله أنت هذه حطيت صبعك على البصل اللي توجعر. نعم. لأنه هي أكيد علاقة الجامعة هي ما في معناها منظور القانون هي جمعية. هي جمعية إلا أنها تسير مرفق عام. مرفق اللي يقول مرفق عام معناها هي أكيد إيش تكون تطبق سياسة الوزارة في الرياضة، معناها أكيد اللي فما علاقة شراكة وطيدة ما بين الجامعة ووزارة الإشراف، معناها فما برامج لازمها تضبط مشيرتين تتحط على طاولة وتضبط مشيرتين، هذا اللي هذا معناها هذا المفروض اللي يكون. هذا المفروض. لأنه في أغلب الأحيان فما برشة جوانب معناها اللي فقنا بهم توا اللي معناها موش معناها موش مضبوطين كما يلزم، معناها على كما قلت لك نرجع للنقطة متاع التكوين والرسكلة. التكوين والرسكلة مهمشة نوعا ما، كانت مهمشة طول السنين اللي هو بالأخص العنصر البشري وقيمة العنصر البشري. اليوم نجم سي شهاب يقول لي معناها الممرنين التوانسة متاعنا بقديش يتمتعوا بستاج معناها ستاج دو فورماسيون في العام ها بتعوش ما يتمتعوش ما يتمتعوش يتمتع مقابل ولا نقطة استفهام. نقطة استفهام معناها أنت غدوة كيفاش نجم تكون مدربين معناها اللي هم مش تستغلهم في المنتخبات الوطنية وأنت كجامعة تعمل تربص تعمل تربص. الحق في المدة الأخيرة موجود الرسكلة يعني معدل نجم نقول لك 3-4 في الموسم يعني في سنة موجودة 3-4 تربصات على رسكلة كما قلت لك مقابل، وهذا طبيعي جدا
لكن أول شيء اللي نطالبوا به هو تكثيف، هذا مهم برشا، مع التوافق مع التواريخ اللي هي تكون خارج تواريخ متاع البطولات، لأنه تعرف مدرب اللي يكزيرس بعض الأحيان ما يقدرش يتغير. واثنين على مستوى قيمة، وهذا مهم برشا، هو قيمة المحاضرين أو قيمة الليتام لي سي جي وليتام اللي هم يسكنوا فيهم. والله بالنسبة لي أنا أهم ثم حاجة مهمة جدا تتكلم على الشيء هذا، الحاجة معناتها الرياضة متاعنا بصفة عامة في تيل سنوات معناتها سابقة كانت نقطة الضعف متاعها هي العلاقة المشبوهة ما بين الرياضة والسياسة. ما يلزمناش نرجعوا للسيرك الانفيرنال هذاك، اليوم يلزمنا معناتها الرسيو قوانين جديدة، مش معناتها وقت تعطيك فلوس تعطيك فلوس مش تخدم، مش تعطيك فلوس بس تسيطر عليك، مش باش يكون السياسي هو اللي يسيطر على الرياضي، ومش يكون السياسي هو اللي باش يحط رئيس الجامعة وهو باش يسيطر رئيس الجامعة، لأنه هذايا الناس اللي تضروا منه أكثر، تضروا منه الرياضيين وتضرت منه الرياضة. يلزمنا زادة معناتها نضعوا حد للنوع معناتها العلاقة المشبوهة والمعناتها الغير طبيعية. في المقابل سامي، في المقابل أنت توا حكيت في نقطة هامة مهمة جدا، ولكن في المقابل هل أنه الجامعة التونسية الجامعات من مختلف اختصاصاتها حرة 100%، حرية مطلقة فيما يتعلق باختيارات مدير الفني باختيارات هذا هو يعني تعرف لوين مش حرة؟ لأنه رؤساء الجامعات متاعنا غير متعودين أنهم يسيروا الجامعات. وقت تسير جامعة تجيب الإمكانيات، وقت تسير الجامعة عندك سياسة فنية، ما كان استمع على الشيء هدايا. يلزم يعرفوا أيضا رؤساء الجامعات هذوما اللي كلهم يقولوا نفس الخطاب، يقولوا نحن اليوم نحبوا الحرية متاعنا ونحبوا الاستقلالية متاعنا، لكن من جهة أخرى يمشيوا نهارهم يدقوا في باب الوزير وباب السكرتير بتاع الوزير وباب الوزارة يطلبوا منهم. هذه معناتها سمحني مكرم، معناها سمي به حرية أوكي وكذا، نحن كدولة نعطيه فلوسنا للجامعات سون دروا درقارة هو جديد يقول لك عليه مناسي مكرم جديد يتمثل تو سابلومون كونه توا في طريقة العمل مع الجامعات شيقة معناها تكريس مبدأ الشراكة، مشكلة فضفاض اللي مش نعتمدوا معناها اتفاقية شراكة كونفنسيون دو بارتناريا. اتفاقية هذية اش تكون تترجمها برامج، والبرامج تترجمها اهداف، والاهداف على الاقل اش نحطوا لها مقاييس معناها على الاقل كيفاش نجموا نحاسبوا معناها نتحاسبوا بعد على البرامج على مستوى تنفيذ معناها تحقيق الاهداف وتنفيذ البرامج. ونخرجوا من السيركوي اللي قلت له انت سي سامي، نخرجوا من السيركوي اللي هو مجرد باير دو فون ولا كونترول ولا في العلاقه اللي تعرفها انت معناها علاقه خليني اقول لك اكل بوليس وال باش نحبوا نخرجوا من السيركوي هذاك. حاجه هامه صحيح، وانه الفرق نتاعنا يعني مستحقه للاموال هذه، ولكن ما ننساوش اللي الاموال هذه سي لارجون دي كونتريبيوابل تك صح، دونك لارجون دي كونتريبيوابل انا وانت 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 نحن نحطوا الفلوس هذه، دونك ما لازمش الفلوس هذه تتلوح، لازم عليها رقابه، لازم عليها مراقبه، ولازمها تمشي في بلاصتها. شنو نعني بهذا؟ انا ما نعطيش 400 مليون باش بعد رئيس جامعه يجيب لي واحد افريكان ما نعرفش عليه منين يحط فيه 100 ولا 200 مليون، ولا يجيب ثلاثه مدربين في العام يفسخ له عقده ويعطيه. نو سا جو سوي با داكور باسكو لو كونتريبيوابل ما يعطيش فلوسه باش الاموال نتاعو تمشي هكا. توما تحطوا ولكن تراقبوا وتحاسبوا كما قلت انت تو، سي تري امبورطون على خاطر باش نعرفوا كل حاجه في بلاصتها. ويظهر لي زياده ذاك شنو التوجه اللي قام به سيد الوزير، اللي عندكم تو لجنه دو كونترول. توقع احداث لجنه سميناها لجنه خليه المتابعه الماليه للهياكل الرياضيه. كيقول هياكل معناها جامعات وجمعيات زاد كيف خاطر خلينا نقولوا الحقيقه، اليوم ما عندناش حتى يد حتى على الجمعيات، معناها تتصرف كيما تحب، تجيب باش تحب، يبعث لك اوتوريزاسيون دو ترونسفير دارجون تعطيه تصحح له وتقول له مرحبا بك، اعطيني اوتوريزاسيون دو ريكروتمون جوار تقول له صحح لك مرحبا بك. اليوم ما فماش قانون يمنع رئيس جمعيه من انه مثلا ينتدب لاعب مليار او بارقام خياليه يعني. فلوس فلوس مع فلوس الخاص ما عادش تطلب حتى شيء من الدوله. سامحوني معناتها باحترامي خاطر تو باش نتكلموا على محاسبه رئيس جمعيه ولا رئيس جامعه، خلينا نتكلم على الجمعيات. رئيس جمعيه على الفلوس دي كونتريبيابل اللي يحكي عليها زياد، معناتها باش نحكي على 400 ميل دينار، كي باش نحكي على 400 ميل دينار في بودجي بتاع دي مليون دي دينار سي ديريزوار.
لا ما وصلناش هنا المحاسبة كيفاش باش تكون هنا هذا واضح حتى مش نحاسب 400 مليون على 10 مليار دولار شهاب غدوة وقت تخرج انت وقت تلقى جمعية عندها 10 مليار و2 مليارات و3 مليارات ما يلزمش تقعد هذيك دون لامبونيتي انت تعرف ثم دي كلوب انت تشوف الملعب التونسي فريق كيما الملعب التونسي عنده اكثر من 2 مليارات عجز واكثر من 2 مليارات عجز هذه الحكاية هذه عندها اكثر من 15 مليون تو لي كلوب سون دون لامبونيتي معناتها هي فكرة ما نعرفش انتم شنو برامجكم انا فكرة كنت نتمنى أن الأموال هذه اللي باش يعطيها الكونتريبيوبل كانت تكون موجهة مثلا لين موجهة نقولوا للانفراستركتور البنية التحتية وإلا في أضعف الأحوال للشباب يعني للشباب موجود القوانون هذا موجود لكن اللي با ريسبكتي هكذا كان نكونوا يعني هو الضمير قبل نوصل هذا هو كما قلت أنت يعطيك صحة ساعة أول حاجة لازم نعرف فلوسنا وين ماشية هي هذه الفكرة بداها طارق توا في اللجنة هذه اثنين أنا اللي الشيء اللي فاجأني المرة الأخرى ويددية رؤساء الجمعيات يهدوا باستقالة جماعية علاش كانوا ما تعطيناش فلوس لوزارة نستقيل استقيل شكون اللي قالك شد جمعية وانت ما عندكش موارد مالية فيما يخص الوددية هذه نحب نعمل ملاحظة أنا وما نحشم من حتى حد ما يلزمش وبسرعة نرجع للموضوع قبل ما نهرب على الموضوع الرئيسي ما يلزمش رئيس الوددية يستعمل الوددية لي معناتها لأهداف سياسية للضغوطات يعني به نرجعوا الموضوع الهام تاعنا ولو انه زي مكرم دينا نهرب شويه وكانه خصصنا الموضوع لكرة القدم لانه الموضوع تقريبا اكبر من ذلك بكثير فيما يتعلق بكل الاختصاصات وخاصه الرياضات الفرديه والجمعيه ونعاود نذكر تحضير لاربع سنوات للالعاب الاولمبيه ريو دي جانيرو 2012 نرجع لصلب الموضوع فيما يتعلق بدور الوزارة وزارة الشباب والرياضة مع الجامعات إلى جانب التمويلات بطبيعة الحال. كما قلت لك احنا تو بدينا بمرحلة تقييم معناها تو تعدينا مرحلة معناها سيكل أولمبيك وفاء بالضروري يكون على الأقل نبداو بالمحاسبة هات نتحاسبوا معناها الأهداف اللي رسمتوها قبل فين وصلنا بالضبط شنو اللي حققتوا شنو هي معناها لي زوبستاك نقفوا عليهم زاد كيف افون كيفاش ما قبل ما نعطيو الفلوس وقبل ما نحكيو على برامج الجاي وهذا بون الجديد صحيح في وزارتنا كون عمرنا ما حكينا على برامج معناها كوادرينال معناها رباعية السنة أول مرة اش نحكيو على الحكاية هذه وش نحاولوا زاد كيف حتى على مستوى بعيد حتى على مستوى وزارة المالية حكينا معها قلنا لهم حضروا رواحكم رحنا اش نحكيوا على ان بروغرام كوادرينال معناها اش نحكيوا على ميزانيه رباعيه رغم ما حناش نحكيوا بالرغم اللي ماك تعرف الامور الماليه كل تضبطها معناها ان كونتكست انترناسيونال زاد كيف معناها ما يمنعش هذا على الاقل على مستوى البرامج تبدا محدده من تو دونك كيما قلت لك معناها بدينا نناقشوا معناها بدات الرزنامه بدينا نلفوا فيها مع الجامعات بدات تظهر شويه معناها بدينا لي زوبستاكل بداو يخرجوا بدينا نحاسبوا شويه وان شاء الله دون لو بون سونس لقيتوا شي بعض المشاكل بعض العراقيل خاصه فيما يتعلق بكلمه المحاسبه سي مكر هو راه ما لازمش ياخذها المحاسبه دون لو موفي سونس المحاسبه تاع المحاسبه هذه كيما قلت لك نحن سي لارجون دو كونتريبيوابل اون بو با ساموزي باش تعطي 400 الف دينار باش واحد يعمل خيارات ماهيش في وقت عباد ميت بالجوع في الجنوب وفي شمال الشرق هذا هو الموضوع المحاسبه ماهيش معناتها باش تحاسب واحد دونك انت باش توجهه باش الاختيارات نتاعو تكون اكثر ما يمكن ايجابيه سامحني انا مع المحاسبه لانك ما تنجمش تبدا من جديد من غير ما تنظف اللي قبل واحنا نعرفوا ان التراكمات كبيره وكبيره 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 جدا وصارت التراكمات ومكرم ما نجمش يقول لي صارت التراكمات حتى بعد الثوره صاروا هذوما اشياء وثم دوسيات وثم ملفات تعداوا للعداله ولكن ما نظفوش زياد لازمنا نبداو على قاعده صحيحه هذا اش قلت لك هو هذه نتاع الكونترول دو جيستيون كانت موجوده ولكن ما كانش مفعله هي تصديق الكلام سي زياد على هذه الكونترول دو جيستيون كانت موجوده كان في الجامعه جامعه كره القدم ومش مفعل احنا هون الترم اللي مفعله تاع سامحني تعرف علاش مفعله على خاطر المكاتب الجامعيه ما كانتش عندها القوة اللازمة باش ياخذ القرار علاش لانها كانت منتخبة بفلان وفلان مسيسة يعني كما كان يحكي سيدنا الكريم الجامعي لازم يكون منتخب مش معناتها شتو برومي انا باش نعاونك لا شكون عندك انت من بعد
لاوتور نيسيسير باش تاخذ القرارات. اما اللي كان فلان انتخبك عمل عليك مزيه والاخر عمل عليك مزيه باش تاخذ قرارات. فما نقطه اخرى مهمه اللي كنا حكينا عليها ونخليك الكلمه اللي كنت عدنان بن مراد فيما يتعلق المدير الفني اللي هي نقطه مهمه ومهمه للغايه لانه على منوالها باش يكون فما منتخب كامل للاختصاص يعني في خضم الجامعه. كيفاش يتم اختيار مدير فني للجامعه؟ نرجع لك سكندر انتروديكسيون ظريفه معناها على التغييرات اللي حصلت على مستوى الوزاره. مدير النخبه، مدير عام للرياضه، ومدير الهياكل. معناها هذوما الحاجات معناها كما تقول سكلات نتاع الوزاره. وقت اللي تاخذ انت النخبه، تاخذ النخبه اللي هي معناها ليليت نتاعنا لبرا، سي تريز امبورطون. والنخبه حتى اللي عندنا هنا مستوى التكوين نتاعها، ونجيو حتى للمدير الفني الهياكل اللي مكرم يظهر لي كانوا ما يعرفوش. اللي يقول لي مكرم معناها كانوا يختاروا مدير نتاع مدرسة تاع تربيه بدنيه في الهياكل. وقت اللي هي الهياكل هي لي فيدراسيون، هي لي اسوسياسيون. نحكي لك حادثه هي مؤلمه بالحق. اليوم كنت في المطار باش نترجع في رايي، قابلت انسان عضو مكتب جامعي، قدمت له نفسي قلت له انا راني فلان الفلاني مدير الهياكل في المطار به. نعم. قال لي هياكل، فما هياكل حاجه في الوزاره اسمها هياكل؟ هذا خطا اداري. خطا اداري تتعاقب عليه، يخرجوك من ستاج ماضي ساعه نتاع اللي بتاكل كرهبتك. معناها الاشكال صحيح حرام الاشكال. اليوم احنا معناها نحاولوا نعملوا صراحه الاختيار نتاع سيد الوزير او الثلاثه اشخاص هذوما، المدير العام رياضه ومدير النخبه ومدير الهياكل، ما كانش اختيار عشوائي. انا معناها صحيح البروفيل نتاعي مانيش استاذ رياضه، جستيونير كيف تسيزير، عامل فورماسيون جستيون، مي ولد الرياضه خاطر حياتي كامله نلعب في السبور معناها. اما الاكثر من هكا علاش؟ وقت اللي عيط لي سيد الوزير قال لي حاجتي بالمتابعه. معناها الكوتي جستيون دي فيدراسيون وهذايا بور لاسيستي، معناها اكثر حاجه هات نعاونوهم ندزوا معاهم فاش يحسنوا في التصرف نتاعهم. لان اكيد ما تنجمش غدوه تتحصل على نتائج رياضيه بدون ما تكون عندك تصرف معناها سليم صلب الهياكل الرياضيه نتاعك. مالي وفني هزوز مالي وفني، مش كان الفلوس راه مالي وفني، هذا هو الاكيد. نعم. اكثر من ايماننا بالتكامل نتاع الجانب المالي والفني. اليوم احنا رحنا بصراحه نقولوهم جغيان معناها اسيغي. اليوم نلقاو في دار العام الرياضة اللي قيناها قبل، لقينا إدارة مفرقة على زوز، إدارة هياكل ما بين قوسين مهمشة، وحتى الأكثر من هكا كانوا على مستوى الجامعيات معناها ما يعرفوا شنو دورها. الجامعيات يعرفوا كانت تحصلوا على المنحة نتاعهم في الفلوس يجي ياخذ شيك يعني بكل بساطة. خليني يعني نقول رأي هذه الإدارة الأم نتاع الجمعيات، معناها راي هي اللي تعاونك فاش تحل مشاكلك يا جمعيه. معناها خلينا نتاع على مستوى الجامعه على الاقل نعرفوا عندنا اداره، معناها يتعاملوا اكثر مع وزاره الاشراف، اما على مستوى الجمعيات لا مش صحيح. هي ثقافه جديده لازمكم تبداوا ترسموا بشويه ان شاء الله. هذا ولازم الناس الكل تحترمها. كسرنا الحاجز ما بين اداره النخبه وما بين اداره الهياكل، حاولنا كيفاش نلموهم على خاطر احنا عندنا فلسفتنا، معنا على الاقل الناس كل ولينا معناها متوحدين فيها، كونوا الاداره كامله لازمها تخدم اون سامبيوز مع بعضها، معناها الناس كل مع بعضنا. خلقنا السيلول هذه، معناها هذه خليه المتابعه الماليه، وهي معناها سيلول اوريزونتال، خليه اللي تهتم بالجانب المالي بالنسبه للجامعات والجمعيات الكل، نخبه وهياكل. كان ثم ان كومبليسيتي مالسان ما بين الوزاره والجامعات، وانا عندي برشا خبره في المساله هذه، لاني مرات كصحفي رياضي نمشي انا للوزاره نشكي بجامعه، نقول لها جامعه هذه راهي التصرف نتاعها المادي والتصرف نتاعها الرياضي وكل غير سليم. دقيقتين بعد ما زلت ما خرجتش من الوزاره، يهز تليفون رئيس الجامعه يقول لي شنو مشيت تشكي بيا. بالمجد معناتها يلزم توا تتحول ان كومبليسيتي مي ان كومبليسيتي سان نظيفه على اسس صحيحه. هذه هي شنو المساله. ان شاء الله ربي يوفقك اخ مكرم. معناتها ما نجمش تكون موجود على البلاتو ما جبتش زوز دو بوان، زوز نقاط مهمه عندي انا. هو وضعيه المدرب التونسي على المستوى الحرفي مهنيا اللي هي نحكيو على وضعيه الصحفي كان تعرفوا. واثنين شنو تنجم تعمل الوزاره على مستوى البنيه التحتيه في تونس، خاصه على مستوى ملاعب كره قدم سواء للشبان او حتى الفرق الاولى. وكشفنا معناتها في كل اسبوع عندنا مشاكل ملاعب. يعني هنا في
لو مينيستري سبورتيف معناتها فما اوفيس لكن هذوما زوز نقاط مهمه برشا. هو مع ان حكيت قبيله على مستوى التكوين والرسك اللي هي نقطه مهمه برشا، لكن نتكلم على مستوى لو كادر بروفيسيونيل نتاع لونترونور تونيزيان اللي هو معناتها فلو، ما عنده حتى ستاتو، ما عنده حتى ان كادر فريمون اوفيسيال، واثنين هو الانفراستركتور سبورتيف. بالنسبه تو للتجهيزات الرياضيه معناها انت تلز فيها بصيف فاش نحكي سياسه. السيد الوزير ملي خذا تقلد المهام نتاعو، اول حاجه بدا بها هي زياره المناطق. كان اللي خلينا نحكيه بصراحه اللي كان معمول به قبل كانوا يمشيوا منطقه الولايه، يزور منطقه الولايه ويحكي شويه وبعد يرجع يروح، معناها هذا في السابق وتوفى بيان لاباس، طبعا عملوا شويه غازون وركحوا الامور. السيد الوزير في طريقه العمل نتاعو اليوم ولا يمشي لكن مش منطقه الولايه، اما اللي تابع الولايه المعتمديات ويشوف وشفنا اللي معناها تدهور الحاله معناها نتاع المنشات الرياضيه ومنشات الشبابيه بصفه عامه، فما جراه كبيره معناها في اخذ القرار اليوم، معناها حتى الميزانيه كانت 50,000 معناها 50 مليار وقع ولات 100 مليار، وهذا معناها مش من باب الصدفه، لانه فما اللي تحكي كما تحكي انت شهاب معناها الوزير رياضي ويعرف قيمة المنشآت الرياضية، معناها فما برنامج كبير لوفيس احداث هذه لوفيس هذه اللي تعني بالمنشآت الرياضية، وهذه تكون بادرة يظهر لي حتى في الدول العربية الكل، ما فماش يعني احنا تونس تكون اول دولة اشتخلق المنشأة هذية، معناها ما عادش تابع شهاب، ما عادش تابعين البلديات تقول لك ما عنديش فلوس وعندهم الحق ما عندهمش فلوس، تولي ان اوفيس، والاوفيس هذايا حتى لي بريفي معناتها ينجموا لي بريفي اي لي كلوب هما يتولوا فاتوا شويه في المدرب. هذه فرصة بطبيعة الحال سي مكرم، هذه فرصة بطبيعة باش حتى اللي ما في علموش، خاطر نتصور حتى الإعلام عنده دور قبل باش يبين شنو علاقة سلطة الإشراف أو هيكل الإشراف بالجامعات، هذه فرصة باش تزيد توضح أكثر شنو هي علاقة ودور هيكل الإشراف ودوركم أنتم في مناسبكم الجديدة مع مختلف الجامعات، ونرجع نعمم راهو الرياضات الكل مش كان كرة القدم. نعم. والله كيما نرجعوا معناها كيما قلت لك احنا بدينا بعملية التقييم، ولا التقييم هذه تطلب وقت بصراحة. لانه خاطر كانش اون فالي باكلي معناها نقولها وقيمنا وعملنا كل شيء وخذينا ديسيزيون فيت في رحنا نقدر معناها نعطيك الخلاصه سامحني سي مكرم خاطر مازال وقيت كثير، خلاصه القول اجمالا للسؤال اللي طرحته. نعم الخلاصه كونه اعطينا كما قلت لك معناها هذه بدينا في عمليه تقييم شامله مش بسيطه تطلب شويه وقت، اعطينا الاولويه للتكوين والرسكله وزاد الجانب الاخر جانب التنميه البروموسيون اليوم معناها بالحق معناها هو المايون فابل معناها بتاعنا بالنسبه للرياضه التونسيه، ما نحكيش على الكره القدم نحكي على الرياضات الاخرى حاجه مهمه ياسر ميدياتيزاسيون، واذا كان انتم تعملوا الاشياء هذوما كله ولا تقوموا بانجازات ولا تبداوا تقوموا باعمال والصحافه ما تعرفهاش اللي صحافه هي اللي باش تعدي المعلومه هذه وكانكم ما عملتوا حتى شيء. هذاك علاش طلبتك فاش نكون معناها وجود نحن كوزاره الاشراف في الحصه هذه، ان شاء الله يكون وجود قار على الاقل مسترسل ما نقولوش قار. قال هذاك بعد نحموا في بعض مازال تعطيونا المعلومات ونحن نوصلهم اذا كان فما معلومات تستحق بطبيعه الحال، اذا كان فما شيء ما فيها باس هذا مقترح معلومات وفما ثقافه ان شاء الله معناها نحبوا نمروها هي ثقافه اخرى ثقافه الشراكه بالحق لازمنا الناس كلنا نتعاونوا نحطوا اذا كان بالحق سي مكرم اذا كان فما نقص في توصيل في ايصال المعلومه ما فيها باس، يعني انه برنامج احد رياضي يكون منبر إنارة لبعض الجامعات والجمعيات إذا كان يفقدوا المعلومة هذه. لا إذا كان سمحني إذا كان المعلومة الكوميونيكاسيون نراها في الوزارة تبارك الله أخونا السيد قطويتي يقوم بعمل جبار جدا، يبقى الملاحظة معناها الأخيرة اللي حبيت ربما نختم بها هنا فيسع اللي قداش من مرة تمنينا تفكر زياد وسامي وشهاب معناها باش الوزير نتاع الرياضة على الأقل يكون واحد منا أهل الرياضة، معناها اليوم وقت اللي جاء طارق عنا الفخر والاعتزاز باش نقولوا راهو الراجل هذا على الاقل نجح وعنا اكسيل الوزاره باش نحبوا ناخذوا المعلومه وتاخذ المعلومه حبه. انا عديت تقريب جمعتين باش عرفت جديد الكل اختيار الناس هذوما، هذا مكرم ما قالش اللي هو عامل ماستر في الرياضه دكتوراه في الرياضه ما قالش سيمون زي قصوري يجمع بين معناها الراجل ديريكتور تكنيك وهو استاذ جامعي متر اسيستون رياضي عزيز نعم. كيف دونك الاختيار بتاع الناس هذوما اللي عاملين الرياضه وهما مسؤولين في الوزاره تخلي على الاقل تنجم وزاره الرياضه تقدم برياضيين على الاقل. سي مكرم في كلمتين خلي كلمه الختام شنو الرساله الموجهه لكل الرياضيين في تونس ودوركم بطبيعه الحال. والله انا نقول لهم نعم. راي الاداره العامه للرياضه وخاصه اداره الهياكل راي محلوله
مرحبا بكم. بالنسبة للجمعيات رأي إدارة الهيكل هذه رأي داركم بأتم معنى الكلمة معناها إجاء ورأي مشاكلكم هي مشاكلنا، رأي فرحتكم هي فرحتنا، معناها ماذا بينا يكون أكثر تواصل، ما تكونش معناها العلاقة ما بينه وبين معناها الهيكل مجرد علاقة هاني جبت لك معناها مطلب أعطيني المنحة ولا عاوني في منحة. نعم تكون اعمق من ذلك بكثير. يعطيك الصحه كما قلت انت فضاء امامكم ودار داركم شي وقت تحبوا اذا كان فما بعض التوضيحات كي يكون وصلنا لختام حس اليوم لحد رياضي. بقى لي كان نشكر حضور لحد رياضي بالنسبه لليوم اللي نورونا الناس كل بصراحه سي شهاب الليلي مشكور حضورك معنا زياده المسني اللي بشي واصل معنا ان شاء الله خاصه مع انطلاق الموسم القادم قرار مشترك وثبات الحال خويا زياد يعطيك الصحه لحضورك معنا اليوم. ايضا سي ماكر مشكور حضورك معنا سامي العكريمي وايضا عدنان بن مراد مشكورين على كل هذه الحاجات. ما تنساوش غدو عادة لبرنامج سبور ماج أكثر تفاصيل رحلة النادي الإفريقي المغرب وفوزه وتتويجه بلقب كاس والكاس العربية لكرة اليد. متبقى لي كنقول لكم بقية متابعة شيقة على بقية برامج الوطنيتين الأولى والثانية. صباح الخير.